الآن نبدأ إن شاء الله. الصوت واضح للجميع؟ تمام، الحمد لله. في الحقيقة في البداية أود أشكركم جميعا على حضوركم وتخصيص هذا الوقت من يومكم، إن شاء الله أقدم لكم مادة تكون مفيدة وقيمة بمشيئة الله ويكون لها الأثر. النقطة الأولى اللي أحب أتكلم عنها الوقت، إن شاء الله وقت الندوة من ساعة ونص تزيد وتنقص على حسب الأسئلة، ولكن المستهدف ساعة ونص. عندنا 3 محاور، حيكون بعد نهاية كل محور عندنا 10 دقائق بريك، 5 دقائق. أعرف الوقت في رمضان يحتاج شاهي، عصير، قهوة. خويا مهدي، الشباب ما عندهم مشكلة في الصوت، يا ريت تتأكد من اتصالك في الإنترنت. النقطة الثانية بنتكلم عنها اتصال الإنترنت، تأكدوا تماما إنه ما في أي شيء شابك على الشبكة اللي أنتوا تتفرجوا منها، تأكدوا إن الصوت واضح تماما. الأخوان في الأكاديمية متابعين الصوت، الصوت تمام الآن، ممتاز. تأكدوا من الشبكة، تأكدوا من الاتصال، تأكد إنه ما عندك داونلود، ما عندك أي تحميل حتى يكون الصوت واضح. تمام، الأخوان في الأكاديمية، الدعم الفني على طول بيعطوني ملاحظات إذا في أي مشكلة في الصوت بشكل مباشر. تمام، الحمد لله. النقطة الثانية، راح يكون عندنا آخر الندوة إن شاء الله نقاش جماعي، إذا في أي أحد عنده أي سؤال أو أي استفسار بشكل عام عن الندوة. ونهاية كل محور حنترك مجال للأسئلة، بحيث يكون النقاش حول المحور فقط وليس حول الموضوع بشكل عام، وفي النهاية حيكون الموضوع بشكل عام. بالنسبة للأخوان اللي عندهم مشكلة في الصوت، لا يقلقوا، الندوة بالكامل مسجلة وسوف ترفع إن شاء الله على اليوتيوب على قناة الأكاديمية، وراح تكون موجودة مباشرة بشكل دائم إن شاء الله، وأي وقت تقدر تدخل وتتفرج عليها على اليوتيوب، ما عندكم أي مشكلة. النقطة الثانية، لما رقم 1 يعني نعم، رقم 2 يعني لا، في حال سألت الصوت واضح، 1 يعني نعم، 2 يعني لا، 1 2 1 2 يعني الصوت بيقطع. وأي سؤال أسأله إجابته نعم أو لا، أو أي شخص بيجاوب بنعم أو لا، اختصارا للوقت والمجهود، 1 يعني نعم، 2 يعني لا. تمام، اتفقنا على الشروط؟ إذا متفقين على الشروط نحط مع بعض بالله رقم 1. ممتاز، جميل. طيب، استعرض معكم المحاور. المحاور اللي راح نتكلم فيها إن شاء الله 3 محاور أساسية. المحور الأول، ما هو التداول؟ نتكلم بشكل عام عن أسواق التداول وعن العملات، تداول العملات بشكل خاص، وراح نتطرق إن شاء الله إلى الحكم الشرعي، وما هو المباح وما هو غير المباح، وما هي الأحكام الشرعية بشكل عام في هذا المجال. والنقطة الثانية والمحور الثاني راح يكون كيف التداول، كيف تحقق أرباح، كيف تكون إدارة المخاطر بشكل عام. أي تجارة فيها مخاطر، فهذا السوق له مخاطر، وأي مخاطر تقدر تتحكم فيها وتقدر تديرها. فراح نتعلم أهم الطرق البسيطة اللي ممكن تخليك تتجنب أي مخاطر بمشيئة الله. وراح نتكلم عن الشركات بشكل عام، شركات الوساطة، إيش هي شركات الوساطة، وإيش يعني شركات وساطة، وإيش المميزات والفروقات بين كل شركة وشركة، وهل هناك شركات وساطة وهمية بالعامي، شركات نصب واحتيال، وكيف نقدر نفرق بينها، وكيف نقدر إن شاء الله نتجنب جميع المخاطر هذه مع بعض. وراح نتكلم في المحور الأخير كيف تكون البداية ومن أين. وفي النهاية حأعطيكم مثلث النجاح. مثلث هو أهم شيء ممكن تتعامل فيه في هذا المجال، وراح توصل إن شاء الله للي تطمح له، زي ما وصلت أنا ووصل غيري. راح إن شاء الله أوريكم الطريق السليم اللي تمشوا فيه، وإن شاء الله توصلوا جميعا للمطلوب. الآن بنتكلم على المحور الأول، وحناخذ مقدمة بسيطة قبل ما ندخل في المحور الأول. السؤال اللي نسأل نفسنا إياه، لماذا أنا أسوي هذه الندوة،
اول شيء السبب الاول بالنسبه لي انا شخصيا اني اكافح النصب. العديد والعديد والعديد من الاشخاص العزيزين علي تعرضوا للنصب كثير. يعني انا واحد من الناس في بدايه دخولي لهذا المجال تعرضت للنصب. فالهدف الاول مكافحه هذه الحاله، مكافحه النصب بشكل عام، من خلال انك تعرف شركات الوساطه، كيف تميز بين شركات الوساطه، ايش الشركات الجيده وايش الشركات السيئه. الشيء الثاني الرغبه بزياده الدخل. الجميع بلا استثناء ابحث عن تحسين وتعزيز العوائد الماليه، حتى اصحاب الملايين، حتى اصحاب رؤوس الاموال الضخمه بشكل عام ابحث عن الاستثمار. الاستثمار هو البحث عن اعلى عائد لاموالك خلال فتره زمنيه محدده، خاصة أن الرؤية الآن رؤية 2030 للدولة تؤيد الاستثمار سواء على مستوى الأفراد، المؤسسات، الشركات والدولة بشكل عام. يعني الواحد لابد ما يكون هو مستثمر ويؤثر على اقتصاد الدولة بشكل عام. هذا واحد، هذه مجموعة الأسباب اللي خلتني أنا أفكر أقدم هذه الندوة. مين المقصود في مين؟ هل في ناس وصلوا وحققوا أرباح وحققوا أرقام جيدة؟ الإجابة نعم. في الماضي في ناس معروفين ولهم مؤلفات ولهم كتب ولهم قصص نجاح رائعة بإمكان أي شخص يبحث عنها. راح أعطيكم اسمين في الماضي، والحاضر ما راح أقدر أعطيكم أسماء، والسبب إنه في بعض الأشخاص يحب يتحفظ بثروته ويتحفظ برقمه، ولكن في الحاضر موجود وفي الماضي موجود. في الماضي كان في واحد اسمه جون ميرفي. جون ميرفي هذا صاحب كتاب اسمه التحليل الفني للأسواق المالية. جون ميرفي خلال مسيرته سوى 11 ألف ضعف لرأس المال. 11 ألف ضعف، يعني لو كان معاه واحد دولار كان سوى 11 ألف دولار. لكم تتخيلوا أنه هذا السوق ضخم لأي درجة، شيء رهيب. الشخص الثاني واحد اسمه ويليام جان. ويليام جان هذا كان فقير مزارع ما يمتلك أي شيء، تمكن في نهاية حياته أنه تكون الثروة اللي عنده 50 مليون دولار. طبعا 50 مليون دولار في ذاك الزمن رقم كبير، حتى في هذا الزمن يعتبر 50 مليون دولار رقم كبير. فالسوق هذا موجود فيه حقائق، موجود فيه أرقام حقيقية بشكل عام. اليوم كثير أشخاص وصلوا لأرقام فلكية، كثير كثير. صعب جدا اذكر بعض الاسماء، لكن لو بحثت على الانترنت راح تحصلوا. انا ما راح اقدر اذكر اسماء اشخاص، ابحث على الانترنت من جميع الجنسيات سواء عرب او اجانب. كثير في البغدادي، وفي البغدادي من العرب واحد عراقي الان ما شاء الله يعتبر مدرسه، استراتيجيته تعتبر من الاستراتيجيات اللي تدرس في اسواق المال. البغدادي ممكن تبحث عنه. ومن المغرب والله في واحد ثاني من المغرب بالخياط، ابحث عن بالخياط تجد له اشياء خياليه وعنده استراتيجيات رهيبه في التداول. كيف؟ ان شاء الله مع بعض في هذه الندوه راح نعرف كيف نوصل. مع بعض راح نوصل، نحط الخطوات الاساسيه والبدايه اللي راح نمشي عليها. الان راح اتكلم عن المحور الاول اللي هو التداول، وحنتكلم عن التداول بشكل عام والحكم الشرعي. راح نتكلم على المحورين هذه، وبعدها ان شاء الله ناخذ بريك لمدة 10 دقائق او 5 دقائق حتى ندخل المحور الثاني. التداول بشكل عام كتعريف التداول بشكل عام هو مبادلة شيء بشيء، ايا كان الشيئين هذه. في فترة من الفترات الزمنية مع ظهور البشرية كان التداول بالملح، تعتبر الملح كعملة. في فترة من الفترات كان الأرز يعتبر عملة. فالتداول بشكل عام كان موجود من ظهور البشرية، سواء عملة بعملة أو اللي هي يسمى المقايضة، السلع بالسلع، أو تداول العملات بالعملات اللي ظهر مع بداية ظهور البابليين في قبل 300 عام. هم من أول من ابتكر فكرة تداول العملات في 300 عام ماضية. فموضوع تداول العملات هو شيء قديم جداً. في العصر الحديث بدأ في عام 1929 كمحلات صرافة، وللآن كثير من الأشخاص يسافروا حول العالم. أكيد قبل ما تسافر أنت بتحول عملة وبتغير عملة، وكثير من الأوقات يوم تروح للبلد
تجد في فرق في سعر الصرف، وتجد فرق بين السعر اللي انت حولت منه والسعر اللي اشتريته في البداية والسعر اللي موجود حاليا، والقيمة الشرائية تكون اختلفت. بشكل دائم التغير موجود في العملات بشكل دائم. كثير من الأشخاص يقول ليتني عجلت سفري، والله العملة نزلت، والله العملة ارتفعت. وكثير من الأشخاص يوم جاي يحولوا استفادوا من هذه الحاجة بشكل غير مباشر، بشكل غير مقصود، استفادوا من هذا فرق التغيير كأشخاص عاديين مسافرين. لكن احنا هنا نستقصد ونبحث عن هذه الفرص ونستفيد منهم في سوق التداول العملات. التداول في ايش؟ تقدر تتداول الأسواق العالمية بشكل عام، تتداول في أسهم، أسهم عالمية، تويوتا، أبل، فيسبوك، جوجل، جميع الأسهم لجميع الشركات العالمية. حتى أرامكو لما تطرح في الأسواق راح تطرح في هذه الأسواق أسهم أرامكو، وتقدر تتداول على أسهم أرامكو بشكل لحظي، ما تنتظر اكتتاب وبنوك وإلى آخره. نقدر نتداول في العملات، جميع العملات الرئيسية والغير رئيسية، دولار أمريكي، يورو، جنيه استرليني، ين ياباني، فرنك سويسري، جميع العملات، كثير، مجال مفتوح. ونقدر نتداول برضو في السلع، الذهب، الفضة، النفط، الغاز الطبيعي. هذه تعتبر أهم السلع اللي تتأثر في السوق هذا وتقدر تشتغل عليها بشكل مباشر ولحظي. مميزات السوق هذا، من أهم مميزاته أنه لا مركزي، يعني ما يحتاج أنت تروح للبنك ولا البنك يجيك ولا ذا، ممكن تشتغل من مكانك في أي مكان، ما في مركز محدد لهذا السوق. أي مكان تقدر تشتغل فيه، في أي دولة، في أي زمان، ما في حدود، ما في أي حدود جغرافية في الموضوع. الميزة الثانية والمهمة جدا جدا، السيولة. السيولة داخل هذا السوق سيولة ضخمة جدا جدا بشكل كبير جدا. أعطيكم حقيقة، الحقيقة الأولى أنه شهرين ونص في أكبر البورصات العالمية، بورصة نيويورك، شهرين ونص تعادل سيولة يوم واحد فقط في أسواق العملات. تخيلوا، أكثر من 6 تريليون دولار أمريكي في اليوم، رقم ضخم، رقم ضخم جدا. فالسوق هذا من الصعب التلاعب فيه، من الصعب تغيير الأسهم وأسعار العملات وأسعار، صعب جدا. فالسيولة الضخمة اللي موجودة في هذا السوق تعطي نوعا ما عدالة للجميع. الحقيقة الثانية، كانت في إحصائية في 2011، إحصائية شبابية في الأردن، أنه بلغ عدد المتداولين في الأردن 70,000 متداول في الأردن لحالها، فقط 70,000 متداول بإجمالي 7 مليون دولار. يعني تخيلوا في دولة واحدة عربية هذا الرقم. وللأسف ما في إحصائيات، ما في إحصائيات دقيقة، تدخل تحصل أرقام لكن ما في شيء دقيق وما في شيء مثبت. وأنا حاولت أني أبعد عن أي شيء ما هو دقيق وما هو مثبت، جميع الأشياء المثبتة هي اللي أنا حاولت أجيبها وأذكرها هنا. جميع المعلومات اللي عندي أحاول تكون بمراجع علمية، عشان كذا في أشياء كثير أنا ما قدرت أحطها لأنها ما هي دقيقة ولا هي رسمية. الصوت، في مشكلة أحد عنده في الصوت يا جماعة؟ ألو؟ ألو؟ الصوت واضح يا جماعة الخير؟ الصوت واضح؟ طيب نستمر. اللي عنده مشكلة يطلع ويدخل على طول، وإن شاء الله يرجع الصوت تمام. الميزة الثالثة في هذا السوق الوقت، الوقت بمعنى الإمكانية في التداول. أنت عندك 24 ساعة، 5 أيام في الأسبوع، 24 ساعة متواصلة لمدة 5 أيام في السوق. السوق ممكن باقي له 10 دقائق ويغلق اليوم الآن ويرجع يفتتح في فجر يوم الاثنين. فأنت تتكلم على 24 ساعة في 5 أيام، ما في عندك أي مشكلة، سواء كنت موظف، سواء كنت متفرغ، سواء كنت عاطل، اللي كنت تقدر تشتغل في أي وقت وفي أي زمان، ما في قيود زمنية، ما في مواعيد إغلاق. السوق شغال بشكل عام، سوق الأسهم، سوق العملات،
سوق الأسهم ممكن يختلف نوعا ما مع الأسواق الأمريكية والأسهم اللي أنت شغال فيها بشكل خاص. إذا أنت شغال في أسواق أمريكية راح تتقيد في الأسهم الأمريكية في أوقات الدوام الأسهم الأمريكية، ولكن كعملات أنت 24 ساعة 5 أيام في الأسبوع، ما في عندك أي مشكلة في هذا الشيء، الوقت شغال معك 24 ساعة. فهذه ميزة من الميزات اللي ممكن الأشخاص اللي عندهم مشكلة في دوامهم، إن كان الدوام مثلا مرهق بالنسبة له، يقدر يتداول ويقدر يعلق أوامر ويقدر يشتغل بكل بساطة. أنا بننتقل للحكم الشرعي. الحكم الشرعي، أنا مو مشرع وأنا مو فقيه، أنا فقط حنقل نتائج بحثي عن هذا الشيء. الحكم الشرعي هو واحد من أهم العناصر اللي خلتني أقرر أدخل هذا السوق ولا لا. لما جيت قررت أدخل هذا السوق، جلست أبحث بشكل طويل جدا عن الحكم الشرعي، ولقيت اختلافات كثيرة. فملخص الاختلافات وملخص البحث وملخص الكلام اللي أنا بحثت عنه راح أستعرض لكم كما وجدته. تمام، هذا ما هو حكمي أنا، أنا مو فقيه ولا دارس أحكام شرعية، أنا مهندس معماري وتخصصي هندسة، ودخلت سوق التداول تقريبا من 5 سنوات وشغال في هذا المجال على هذا الأساس. تمام، لقيت أكبر مشكلة بين جميع الفقهاء الهامش، هي أكبر مشكلة تقريبا كانت فيها يعني خلاف. الهامش المقصود فيه هو أنت لما تدخل صفقة معينة، الشركة اللي أنت شغال معاها تعطيك جزء من عندها، تعطيك مبلغ أضعاف رأس مالك بدون فوائد. هذا الهامش، في شركات تاخذ فوائد، في شركات بدون فوائد. هذا الهامش هو اللي سبب المشكلة. الآن أنت بتدخل صفقة مثلا رأس مالك 1000 دولار، الشركة تعطيك 100 ضعف، 200 ضعف، 400 ضعف، في بعض الشركات 50 ضعف، وتتداول، تقدر تتداول بكامل المبلغ المضاعف هذا، وانت صاحب القرار اذا كنت تبغى تستخدم هذا الهامش او لا. تقدر ترفضه، تقدر تستخدمه، تقدر ما تستخدمه، انت صاحب الصلاحية وانت صاحب القرار. ولكن كمبدأ عام، هل هذا الهامش عليه فائدة؟ اغلب الشركات الإسلامية ما عندها فائدة، في شركات إسلامية ومرخصة وتعطيك هذا الهامش وبدون اي فوائد، فوائد ربوية وبدون اي فوائد على الهامش. ربحت نصيبك، خسرت راح تخسر فقط راس مالك، ما راح تخسر زيادة عن راس مالك وراح يخصم منك وتطالب بدفع مبالغ اضافية والى اخره، لا ما راح تطالب. فنفترض انه انا ابغى اشاركك، مشاركك على الربح والخسارة، انا موافق على الربح والخسارة. هذه فكرة الهامش، هذه فكرة الهامش بشكل عام. تمام، راح استعرض لكم بعض المصادر. طبعا انا كنت كتاب رابطة العالم الاسلامي المجمع الفقهي، هذا الكتاب على فكرة يدرس في جامعة الملك عبد العزيز، موجود عندي نسخة منه، وممكن تبحث عن الانترنت وتحصلوه، واذا حبيتوا تاخذوا على نسخة ممكن تتراسلوا معايا وارسل لكم اياها ان شاء الله. نسخة الكتاب كامل مفصل تفصيل شامل وكافي لجميع التفاصيل عن تجارة الهامش بشكل عام. يا عمر الصوت واضح الآن؟ طيب تمام. ومجموعة من اللجان الشرعية المعتمدة هي اللي كنت أنا أخذ منها القرارات، وأبحث عن أشخاص بحثوا مطولا في هذا المجال. يعني حاولت أني أشوف الأشخاص المتخصصين في الأمور المالية، المشايخ اللي لهم باع في هذا المجال، يكونوا معتمدين في بنوك، يكون عندهم خبرة في هذا المجال، وحاولت أني أبحث عن هذه الفتاوى حقتهم. راح أستعرض لكم الآن الطريقة، هذه بعض الفتاوي اللي كنت مقتبس منها وقررت اني اقرا فيها. اتكلم هنا بشكل مفصل عن تجارة الهامش، وانه في صور منها يجوز وصور منها لا تجوز. راح افصل في الصور اللي تجوز والصور اللي لا تجوز، حتى اللي يكون مباح نعرف كيف مباح، واللي غير مباح برضو نعرف ليش غير مباح. راح استعرض لكم الان في الشريحة القادمة الأنواع الحسابات اللي عليها خلاف واللي مباحة. الشركات بشكل عام عندها 4 أنواع رئيسية من الحسابات، حسابات التداول 4 أنواع رئيسية.
وين اختلفت بعض الاسماء، بعض الشركات تحط لها اسماء البلاتيني، الذهبي، الاسواق، اسماء تسويقيه، لكن هي تبقى تحت هذه التفرعات الرئيسيه. بعضهم يسمي الحساب الذهبي ويقصد في الحساب الاسلامي، وبعضهم يسمي الحساب البلاتيني، يعني شغل تسويقي، لكن في الاساس هم 4 اشكال رئيسيه من الحسابات. الحساب الاول اللي هو الحساب يسموه الحساب الاسلامي الغير مباشر. طبعا اذا انت دخلت اغلب الشركات تقول لك والله انا حسابي اسلامي، تتاكد منهم انه هو مباشر او غير مباشر، هذه نقطه جدا مهمه. ممكن يعطوك بعض التفاصيل الاسلاميه لكن الحساب ما يكون مباشر، فهذه مشكله لازم الواحد ينتبه لها. لازم نتاكد انه الحساب يكون مباشر. راح نعرف كيف نتاكد يعني في الشرائح القادمه. حساب اسلامي غير مباشر هو حساب يكون خالي من الفوائد الربويه وخالي من العمولات، وطبعا الشركة راح تربح من فرق السعر بين سعر الشراء والبيع. بمعنى كان سعر اليورو مثلا 1.10 يبيعوك اياه ب 1.15 على سبيل المثال، فال5 سنت هذه هي الربح حق الشركة. مشكلة هذا الحساب انه ما هو اسلامي، بمعنى غير مباشر، بمعنى انه عملية التداول، عملية الصفقة حقتك لا تتم فعليا، ما تشتري، هي عبارة عن رقم على شاشة لكن انت فعليا ما امتلكت اليورو. هذا حساب غير اسلامي، اسلامي غير مباشر، غير موصول في الاسواق العالميه. اي صفقات تنفذها تتنفذ فقط على الشاشه، ما تكون موصوله على البنوك، بمعنى انت ما لم تمتلك هذا اليورو، لم تمتلك هذه العمله، لم تمتلك هذا السهم، وهذه في حكم الشرعي محرمه، لابد ما تمتلك هذا الشيء. النوع الثاني حساب اسلامي ولكن يكون مباشر، بمعنى أي صفقة تنفذها راح تكون مباشرة على البنك المركزي، وراح تمتلك فعلا اليورو، وراح يكون في محفظتك يورو حقيقي. ونفس النقطة الأساسية أنه لا يوجد عليها عمولة ولا يوجد أرباح فوائد ربوية على الهامش. هذه الحسابات هي اللي اتفقوا إجمال العلماء أنه إن شاء الله أنها مباحة. في نوع ثالث من الحسابات يسمى حسابات اي سي ان. حسابات الاي سي ان هي حساب مباشر على البنك المركزي، كانك انت تكون شركه الوساطه نفسها، يعني يلغى كليا دور شركه الوساطه، انت والبنك مباشره. البنك بشكل عام، البنوك الاجنبيه ما تعرف شيء اسمه اسلامي وغير اسلامي، تعتمد على الفوائد الربويه وتعتمد على العمولات، هذا شيء رسمي عندهم، شيء طبيعي جدا. احنا كحكم شرعي هذا الشيء عندنا محرم. فحسابات الاي سي ان صعب انك تتعامل في حسابات الاي سي ان بحسابات اسلاميه، غير قليل جدا جدا من الشركات توفر لك حسابات اسلاميه مباشره وتكون مشابهه للاي سي ان وتكون جائزه شرعا. شرح واسع في ايش طال عمرك اخوي الحبيب؟ في اي نقطه؟ البنوك المباشرة وطرق الوصول إليها، هذه تعتمد على شركة الوساطة أكثر من أنك تقدر تتواصل مع البنك. لا يمكن تروح للبنك مباشرة، البنك المركزي ما يتعامل مع أشخاص، يتعامل مع شركات، يتعامل مع شركات والشركات هي اللي تتعامل مع الأشخاص. أنك أنت توصل إلى البنك مباشرة من شخصك للبنك ما هو صحيح، ما هو شيء موجود. وأي شركة تقول لك أنا بنك وعندي تداول، هذا الشيء غير صحيح، ما في بنك يسوي تداول. بعضهم يستخدم مثلا انا بنك كذا، ولكن في الحقيقة هو اسم تجاري اكثر من انه حقيقي. لابد ما يكون عن طريق شركات برضه، حتى في امريكا عن طريق شركات، لابد حتى وان كان البنك تكون في تحته شركة. ولو تلاحظ حتى عندنا احنا هنا محليا، لما تروح تتداول مثلا الاسهم المحلية في مع بنك الراجحي على سبيل المثال، نفس بنك الراجحي عنده قسم خاص بالاسهم، يعتبر كوساطة، ولكن هو كان تحت مسمى بنك الراجحي، لكن فعليا داخل التفاصيل جوا في فرق بينهم ومعاملاتهم مختلفة. وصلتك الفكرة؟
اخي ايش رايكم نخلي النقاش زي ما اتفقنا انه في اخر المحور حتى لا نتشتت، نخلص المحور هذا ونروح نتناقش فيه عن المحور هذا، ممتاز؟ ايش رايكم؟ تمام، عشان لا نتشتت خلينا نستمر. طيب، النوع الاخير من الحسابات حساب اللي هو الغير مباشر، هذا اللي يعتبر يسموه بروكر، وهذا طبعا اخطر انواع التداول. شركات البروكر وهي اللي تسبب في خسارة أغلب المتداولين. البروكر هو شيء، شركة ما تربطك في البنك، أنت والشركة أي صفقة تبغاها تتنفذ داخل الشركة، الشركة أساسا ما في بينها وبين البنك أي تواصل، وهذه اللي تكون غالبا تحت مسميات الشركات الوهمية والشركات النصب والاحتيال والشركات السيئة السمعة، تكون في هذا المكان، الشركات غير مباشرة كليا. راح اجيك، راح اشرح لك الان. يتم احتساب الفائده الربويه مع احتساب الفرق بين السعر والشراء، هنا يحسبوا عليك الفائده الربويه، وبعض الشركات يحسبوا عليك برضو عمولات، وبعض الشركات ياخذوا عليك اللي هو فرق السعر بين السعر الشراء والبيع. الحسابات الغير مباشره هي الاكثر انتشارا في هذا المجال، انك تقدر تحدد الحساب السليم لك. راح اعطيكم الان بعض الاساسيات والاشياء المهمه جدا اللي راح تميز بين هذه الشركات، وكيف هذه الشركات تكون في بينهم فروقات. هذا حيكون في محورنا التالي ان شاء الله، لو تتذكروا المحاور راح استعرضها بعد شويه. خلينا نكمل وان شاء الله نوصل مع بعض لجميع اجاباتكم، راح اشرحها ان شاء الله بالتفصيل. تمام، طيب الحكم الشرعي، احنا الان بنتكلم عن الحكم الشرعي فقط، حندخل في موضوع الشركات. التداول بشكل عام أربع أشياء رئيسية لو تذكرتوا فوق شرحناها: أسهم، سلع، وعملات، وفي شيء أول ما ذكرته اللي هو المؤشرات. الأسهم معروفة للجميع بشكل عام، الأسهم اللي هي حصة في شركة، أنت تمتلك حصة معينة في شركة معينة. طيب الجميع ما عنده مشكلة في الحكم الشرعي في هذه إنه الأسهم، لكن مشكلتهم إنها تكون الأعمال الخاصة بهذه الشركة أعمال مباحة، أعمال جائزة شرعا، تقدر تكون شركة سيارات، تكنولوجيا، الشغلات هذه تقدر تشتغل فيها، أبل، سامسونج، تقدر تشتري سهم في أبل، سهم في سامسونج، تويوتا، فلكس واجن، أودي، بي إم دبليو، جميع هذه الشركات تقدر تشتغل في أسهمها، وعدد لا يحصى من الأسهم سواء أمريكية، أوروبية، صينية، يابانية، ماليزية، سعودية، أي أسهم. بشكل عام مبدأ الأسهم ما في مشكلة، على شرط إنه يكون نشاط هذه الشركة الأساسي نشاط مباح. طيب السلع على شكل رئيسي عندك الذهب والفضة، وكان أغلب الفقهاء يتكلموا على نقطة أن الذهب والفضة فيها نص شرعي واضح أنه تداول الذهب والفضة يدا بيد، فالرسول صلى الله عليه وسلم حدد هذا الشيء بشكل واضح وصريح، تداول الذهب والفضة يدا بيد. اختلفوا بعض المشايخ انه الكميات الذهب قد تكون كبيرة تكون صغيرة، فصعب حملها صعب نقلها، ولكن بشكل عام في شبهة، وانا عني شخصيا ما اتداول في الذهب والفضة ولا اتداول في النفط والغاز الطبيعي، السلع بشكل عام ابدا ما اتداول فيها، ولا عمري اتذكر اني تداولت فيها. يعني احيانا يسألوني بعض الشباب طيب ممكن نحلل الذهب، ممكن تحلل الفضة، اقوم بالتحليل على انه يروح يشتري السبائك فعليا من السوق بيدك، تروح تشتري السبائك، انا ادخل على المؤشر الرسم البياني الخاص بالذهب واقوم بتحليله واتوقع المناطق اللي يصعد منها الذهب او يهبط منها الذهب، وعلى هذا الاساس اروح اشتري بيدي، انزل السوق واروح اشتري ذهب واحطه عندي الى ان يرتفع السعر اروح ابيعه، يعتبر نوع من انواع توزيع المخاطر زي ما حنتكلم في الخطوات القادمه عن اداره المخاطر. هذا واحد من يعني اساسيات وطرق اداره المخاطر. العملات بشكل عام اجمعوا انه ممكن تتداول بالعملات، لانه ان اختلفتم فبيعوا كيف ما شئتم، فانت تقدر تشتري عمله بعمله، تقدر تحول دولار، يورو، ين، وتقدر تتداول بجميع العملات، فهذه جميعها ما كان فيها اي مشكله شرعيه. المشكله الرابعه عندنا في المؤشرات اللي هي مثلا زي الداو جونز، المؤشر الصناعي الامريكي. مؤشر الصناعي الامريكي هو مثلا رقم يتزايد كل ما زاد الانتاج الامريكي، وهو في الأصل عبارة عن 30 شركة أمريكية. 30 شركة أمريكية هذه إجمالي ارتفاع المتوسط ارتفاعها هو السعر حق المؤشر، فهو ما هو شيء حقيقي تمتلكه، هو مؤشر، هو رقم يطلع وينزل بدون
ما يكون في سلعة أساسية خلفه أو في شركة أساسية خلفه، فكأنك تراهن على ارتفاع إنتاج الشركات الثلاثين هذه. فهذه برضو فيها مشكلة شرعية، إنه ما في شيء أنت تشتري، يعني تشتري وهم. فهنا في مشكلة، مشكلة المؤشرات. تمام، احنا كذا تقريبا انتهينا من المحور شيء ما تمتلكه. صحيح، انتهينا من المحور الأول. إذا في أي أسئلة عن المحور الأول قبل ما ناخذ البريك فيما يخص المحور الأول، راح نتكلم في المحور الثاني عن هذه الأشياء اللي قدامكم الآن، عن إدارة المخاطر وتحقيق الأرباح والشركات الوساطة والفروقات بين شركات الوساطة. ففي أي أسئلة عن المحور الأول؟ تفضل أخوي يا حبيبي. هل في شركات تمنحك العملة التي اشتريتها هنا وتقوم بتحويلها إلى حسابك البنكي مثلا؟ في شركات تسوي الشيء هذا، ولكن تأخذ فلوس مقابل هذه العملية، مكلفة جدا تكون، إنه مجرد ما تشتري يورو يأخذ اليورو ويحطوه على حسابك البنكي. في شركات تسويه لكن تأخذ عليك عمولة على الشيء هذا. تمام، راح أتكلم عنها في المحور الثاني يا أخويا مهدي. كيف في نتأكد من أن حسابي إسلامي مباشر؟ برضو راح نتكلم عنها في المحور الثاني إن شاء الله. هل هذه نعم مسجلة إن شاء الله، وراح تعرض على اليوتيوب على قناة الأكاديمية وعلى قناتي الشخصية إن شاء الله على اليوتيوب. راح يكون أول فيديو يعرض على قناتي الشخصية على اليوتيوب، وإن شاء الله راح يلحقها مجموعة فيديوهات لتعليم البداية. راح إن شاء الله أشرح للجميع من الصفر إلى الاحتراف بمشيئة الله، وراح أخلي جميع المتابعين بمشيئة الله يشاركوا في تكوين محافظ استثمارية جميلة جدا، وإن شاء الله راح نغيركم. عندي تليجرام للتواصل، راح أعرضه إن شاء الله آخر الندوة. تليجرام شخصي تتواصل معايا بشكل مباشر، آخر الندوة موجود راح أعرضه عشان أضمن إنك تجلس معايا أخويا مهدي لآخر الندوة. اي شركه تشترط عليك مبلغ معين تخاف منها، تخاف منها، ما اقول لك نصابه لكن خاف منها. بعض البنوك تشترط مبلغ معين. صراحه انا ما شفت بنك يتداول في هذا المجال، يعني من خلال بحثي كامل ما في بنك. ان كان يظهر لك انه بنك، زي ما كان في واحد من الشباب فوق ذكر ديكسكوبي، ديكسكوبي ان كان يظهر انه هو بنك فهو، لكن في الاصل شركه وساطه، اسم تجاري. ديكسكوبي كثير، في شركات ثانية كثير، سويس كوت، شركات كثير تسمي نفسها بنك لكن هي في الحقيقة ما هي بنك، فقط اسم تجاري. يكون عندهم مثلا الراجحي، أعطيك سبيل المثال، الراجحي، الراجحي بنك، ما حد يختلف انه هو بنك ومصرح ومرخص له في السعودية ونظام 100% وعنده تداول، نظام التداول مختلف عن البنك، ولكن كلهم تحت مظلة الراجحي المصرفية. فالناس تدرج بينهم، بنك الراجحي بروح اتداول في بنك الراجحي. هذا موضوع، هذا موضوع، ولكن كعرف بين الناس ممكن كلامك يكون صحيح. نعم، اغلب الناس يقول لك والله هذا بنك، ديكسكوبي بنك، ديكسكوبي بنك عنده نظام بنكي وعنده نظام وساطة، ولكن هو يظهر للعامة نظام البنكي ونظام الوساطة ما يظهروا للعالم، بحيث انه يكسب اكبر قدر من العملاء والثقة العالية من العملاء. مو معناه النظام هذا خاطئ، بالعكس هذا نظام صحيح وشغال ما في اي مشكلة. في اسئلة ثانية ولا ناخذ البريك؟ ما في صوت ولا في صوت؟ طيب في صوت. طيب ناخذ بريك ولا تبغون نكمل؟ طيب طيب تصويت، واحد بريك، اثنين نكمل. واحد واحد، اثنين اثنين، واحد اثنين، تعادل. اوكي نكمل، اثنين نكمل بريك. والله اختلفتم جميعا. طيب ايش رايكم بريك قصير؟ عليك بالعافية.
عليك بالعافية أخوي الحبيب. ناخذ بريك، ناخذ بريك بسيط لمدة 5 دقائق، 5 دقائق ونرجع. تمام أوكي، 5 دقائق. السلام عليكم. خلصت ال5 دقائق ولا لسه؟ والله ما انتبهت للوقت. خلصوا، باقي دقيقة. ما شاء الله عمر دقيق. تمام، الجميع حاضر؟ إذا الجميع حاضر بالله واحد لا أنتم. ما شاء الله، أهلا أخويا مؤيد، منور. اللي ما يعرف مؤيد أخويا في أمريكا وفرقت توقيته، مع ذلك جزاه الله خير أصر إنه يحضر لايف. شكرا أخويا مؤيد على الحضور. طيب نرجع لمحورنا، محورنا نتكلم كيف التداول. خلينا نتفق على نقطة أساسية، جميع أنواع الاستثمارات بلا استثناء فيها مخاطر، تختلف المخاطر هذه قوتها حجمها، وتختلف في كيفية إدارتك لهذه المخاطر. وعشان تقدر تدير هذه المخاطر وتقدر تتحكم فيها، لازم تعرف ايش هي هذه المخاطر في الأول. مخاطر موجودة بلا استثناء في جميع الاستثمارات، في جميع الحياة، أمور الحياة فيها مخاطر. الله يحمي الجميع، وأنت ماشي بالسيارة في مخاطر، وأنت طالع لدوامك في مخاطر، كل حياتنا فيها مخاطر. إدارتك وتعاملك مع هذه المخاطر هو إن شاء الله حبل النجاة أنت لازم تتمسك فيه. نتفق على النقطة هذه. المحور الأول راح نتكلم فيه عن المخاطر وكيف تكون إدارتها، وراح نشوف مع بعض كذا نموذج بسيط لرسم بياني بسيط يوضح لكم كيف ممكن تحققوا أرباح من هذا السوق كشكل مختصر، كمبدأ أساسي. والنقطة الثانية راح نتكلم عن شركات الوساطة المرخصة والمعتمدة، وكيف نعرفها، وهل هناك شركات وساطة وهمية وكيف نعرفها. هذه نقاط محورنا الثاني، بسم الله على بركة الله نتكلم فيها. المخاطر المحتملة في هذا السوق بشكل عام، المخاطر المحتملة مجموعة عناصر معينة، إذا حرصنا وعرفناها راح إن شاء الله نقدر نديرها. النقطة الأولى، التغير في أسعار صرف العملات. طبعا هذا الشيء يؤثر بشكل رئيسي على السهم، لأنه في العملات، في تداول العملات، أنت تبحث عن هذا التغير. التغير في أسعار صرف العملات هو ربحك أو خسارتك لا قدر الله، لكن التغير في أسعار صرف العملات راح يؤثر عليك إذا كنت تمتلك سهم. فمثلا أنت كنت مشتري سهم، تمام، مثلا سهم أبل اشتريته على سبيل المثال ب$50، ال$50 قيمتها السوقية اختلفت. هنا المشكلة تحصل، انه القيمة اختلفت. لو اشتريت السهم باليورو، قيمة اليورو نفسه اختلفت. فهنا في مخاطر محددة عليك، فانه انت يكون السهم اللي مشتريه بهذه السلعة. طبعا كيف تتجنبها؟ بكل بساطة، ممكن تكون عندك محفظتين استثماريتين، تشتري سهم بيورو وتشتري سهم بدولار على سبيل المثال، بس انت تعرف المشكلة، تعرف حلولها. فالمشكلة الاولى اختلاف الصرف. المشكلة الثانية، التغيرات في القيمة السوقية. يعني التغيرات في القيمة السوقية للعملات، زي ما تكلمنا قبل شوية، هذه العكس بالنسبة لنفس العملة. إذا تغيرت القيمة السوقية بأحداث سياسية أو اقتصادية أو بشكل معين بشكل فجائي، هنا في مشكلة تصير أحيانا، تحصل زي مثلا ما حصل في الباوند أو حصل في الفرنك، في التغيرات السياسية والاقتصادية اللي حصلت أثرت على القيمة السوقية للعملة حقت الدولة بشكل فجائي وسريع وغير متوقع بعض الأحيان. وأحيانا يكون توقعك سلبي والحركة تكون إيجابية، وأحيانا يكون توقعك إيجابي والحركة تكون سلبية. هذه برضو واحدة من المخاطر المحتملة. واحد من المخاطر المحتملة الثانية، إنه في معلومات كثير تكون غايبة عنك. في بعض القرارات الدولية تكون غايبة عنك. المشكلة اللي حصلت في الفرنك السويسري تقريبا، والله ناسي، من 4 سنوات أو 3 سنوات،
لما قرروا فك الارتباط مع اليورو صار الانهيار الرهيب في الفرنك السويسري، وافلست عليه شركات كثيره ناهيك عن المتداولين اللي خسروا. فالشغلات الدوليه والقرارات السياسيه ممكن تسبب لك اختلاف كبير جدا في الربح والخساره، ممكن تربح ارباح كبيره من هذه الاختلافات وممكن تخسر خسائر كبيره. الحكومات بشكل عام عندها نفوذ على الأسواق ولها تأثير قوي جدا جدا جدا، ممكن تأثر باختلاف برفع نسب الفائدة أو إصدار سندات جديدة، جميع الأشياء اللي تسمى السياسات النقدية للدول لها تأثير رهيب على أسواق العملات. فهذا الشيء جدا مهم، إمكانية وصولك إلى هذه المعلومات في بعض الأحيان يكون محدود، في بعض الأحيان كثير كثير يكون محدود، وفي بعض الأحيان يكون واضح للجميع. ف اطلاعك بالنسبة للسياسات النقدية شيء جدا مهم في هذا المجال. واحدة برضو من المشاكل اللي ممكن تواجهنا اختلاف طرق الانتصاف القانوني في الدول المختلفة. لا سمح الله حصلت مشكلة بينك وبين البنك أو بينك وبين الوساطة نفسها، أو حصلت مشكلة وأنت تمتلك سهم في أوروبا غير لما تحصل مشكلة وأنت تمتلك سهم في أمريكا، أو تحصل مشكلة وأنت تمتلك سهم في شركة سعودية. هنا في اختلافات القوانين والأنظمة والتشريعات بين الدول برضو يسبب لك مشكلة، فلازم أنت تكون عارف الدولة اللي أنت تستثمر فيها، عارف أنظمتها وقوانينها، وعارف طرق الإنصاف كيف تأخذ حقك بمعنى آخر في هذا السوق. إمكانية، واحدة من النقاط إمكانية التحقق من جميع العمليات والإجراءات السوقية. بسبيل المثال، قيمة سهم معين تعتمد على مثلا التوزيعات اللي تحصل من هذا السهم، فأنت أحيانا ما تعرف هذه التوزيعات، أو مثلا تعتمد قيمة السهم على الناتج، أو تعتمد قيمة السهم على كم باعت الشركة هذه خلال الفترة هذه. هنا تيجي قيمة السهم، في بعض الأحيان تحصل أنه يجيك سهم قيمته السهم مرتفعة جدا ولكن التوزيعات النقدية جدا منخفضة، فهذه كفقاعة سعرية السعر ممكن في أي لحظة ينهار، وشفنا الشيء هذا حصل كثير سواء في أسواق عالمية أو في أسواق محلية. تجيك شركة سعرها ضارب في السماء ولكن ما في عندهم مبيعات، ما في عندهم أي شيء، في وقت مفاجئ بدون أي سابق انذار تلقى السهم انهار. فانك تتحقق من جميع الاجراءات السوقيه للشركه اللي انت تمتلك فيها سهم، هذا شيء يعني برضو شويه صعب، لازم تكون انت مطلع اطلاع كافي وعندك الثقافه الكافيه انك انت تقدر توصل لهذه المعلومات، خاصه للمستثمرين على المدى الطويل. المستثمرين على المدى الطويل يهتموا في النقاط هذه، الاشخاص اللي يستثمروا مدى طويل هذه النقاط جدا مهمة بالنسبة لهم، يكونوا على اطلاع كافي كافي جدا. وفي مواقع توفر لك هذه البيانات، وفي شركات توفر لك هذه البيانات، يجي دورك انت في البحث، وان شاء الله هذه كلها التفاصيل راح اشرحها في القناة وراح اشرحها في ندوات ثانية بشكل مفصل. الان انا حاب اوضح الصورة العامة، وبعد كذا ان شاء الله راح ادخل في تفاصيل التفاصيل وابدأ اشرحها مرة على مرة مرة على مرة حتى تكون في ثقافة كافية للجميع في الاستثمار، وكيف يقدر يستثمر، وكيف إن شاء الله يقدر يوصل لمبتغاه بمشيئة الله. تمام، الآن نتكلم على إدارة هذه المخاطر. عرفنا المخاطر المتوقعة، كيف نديرها؟ طيب قبل ما نديرها في معلومة أحب أعطيكم إياها، المعلومة هذه جدا خطيرة خطيرة جدا. 95% من المتداولين يخسروا، 95%، تخيلوا انت نتكلم على رقم ضخم، 95% من المتداولين يخسروا، ترى رقم كبير. طيب ايش اسباب الخسارة؟ اسباب الخسارة ما في ادارة للمخاطر، لا بدون استثناء عدم ادارة المخاطر هي السبب الرئيسي في خسارتهم. كيف تكون من 5%؟ هذا سؤال جدا مهم، كيف تكون من 5%؟ هذا سؤال تبحث وتبحث فيه بشكل مفصل وعميق عشان تعرف كيف تكون واحد من 5%. عشان تعرف كيف تكون واحد من 5% لازم أقل شيء يكون عندك بعض الأبجديات إدارة المخاطر. إدارة المخاطر بعضهم يقول لك لا تفتح صفقة بحجم أكبر من كذا، أو لا هذا مو هذه إدارة المخاطر، إدارة المخاطر أكبر من كذا ومعنى شامل أكبر من إنك تفتح صفقة بحجم معين
او تغلق صفقه عند ربح معين، او تضع ستوب في منطقه معينه، ستوب لوز او وقف خساره عند نقطه معينه. لا، الموضوع اكبر من كذا. اداره المخاطر فيها اربع محاور اساسيه. المحور الاول، يعني حسب وجهه نظري انا، وهذا ما وجدته في الكتب بشكل عام عن اداره المخاطر سواء في الاسواق الماليه او في الحياه بشكل عام الاستثماريه، اربع محاور اساسيه لابد ما تكون عندك تقنيات وادوات كافيه تسمح لك بتحليل هذا السوق ومعرفة معطيات هذا السوق، جميع أنواع التحليل، تكون عندك دراية فيها، وتكون عندك أكثر من تقنية، وتكون عندك أكثر من أداة. تقنيات بشكل عام، نتكلم في التقنيات إن كانت تقنيات اتصال، منصات تداول تحتها تدخل، أو تدخل تحت مثلا أنظمة التداول المختلفة، أو استراتيجيات التحليل وخلافه، أو أدوات التحليل، طرق التحليل والمؤشرات الفنية، المؤشرات التقنية، الشغلات هذه كلها. لازم تكون عندك دراية، ولازم يكون عندك إلمام في الاستراتيجيات اللي انت شغال فيها. ما تكتفي بانك تاخذ استراتيجية من شخص معين وان كان محترف وتبدأ تبني عليها قرارات، لابد ما تكون انت عندك تقنيات ثانية تأكد لك هذه القرارات. ما تكتفي في قرار شخص زي اللي ياخذ توصيات مدفوعة مثلا، او اشتركوا في قناة للتوصيات المدفوعة، هذا دمار بالنسبة لك. ليه؟ لانه انت ما قدرت تدير مخاطر، انت عندك محور كامل ما عندك اي معلومات عنه، بتشتغل على اساس توجيهات اشخاص اخرين. مو معناه تستغني عنها 100%، ولكن عني انا شخصيا دخلت، اول ما دخلت هذا المجال كنت ابحث عن توصيات ولو مدفوعة، بعد تقريبا 6 شهور او 7 شهور ضايع ماني عارف لا اربح ولا اخسر، قررت اني احذف جميع القنوات اللي عندي وجميع التوصيات سواء مدفوعة ولا مجانية، واشتغل بنفسي وابدا اكون استراتيجيات وابدا اكون تقنيات، وتعبت في موضوع التدريب والتعليم. المحور الثاني، الميزانية. ميزة هذا السوق ترى ما يحتاج انه يكون عندك راس مال ضخم، نتكلم على 100,000 ولا 20,000، ما يحتاج، يكفيك $1000، يكفيك $100 تبدا فيها. فميزة هذا المجال انك تقدر تشتغل بميزانيات منخفضة، تقدر تشتغل بميزانيات ضخمة، تقدر تبدا تشتغل بميزانيات متوسطة. الميزانية هنا انت تحدد فيها حتى حجم المخاطرة لكل صفقة. فنفترض انه انت معك $1000 بتشتغل بمخاطرة 1%، بمخاطرة 2%، وراح اشرح بالتفصيل ان شاء الله كيف تحدد حجم المخاطرة كميزانية، حجم المخاطرة كميزانية لعملياتك كلها بشكل عام وللصفقات واحدة واحدة. بس حاب اتأكد انه الصوت واصل للجميع، بالله لو الصوت واصل للجميع اعطوني رقم واحد. طيب تمام. المحور الثالث، الاشخاص. الاشخاص، انت احيانا تكون مرتبط في توصياتك او طريقه تعاملك مع اشخاص، بتاخذ توصيات من اشخاص، الاشخاص هذول لو اختفوا راحت استثماراتك كلها. وان كان هو مثلا داخل صفقه بدون ما يحدد لها وقف او هدف وقرر انه يتركك، انت راح تضيع، ما تعرف متى تخرج من هذه الصفقه ومتى تدخل في هذه الصفقه. هذه واحده من المخاطر. المخاطر الثانية، لما في بعض الأشخاص يقول لك أنا عندي إدارة محافظ، أروح أشتغل إدارة محافظ مع شخص، الشخص هذا اللي أنت بتشتغل معاه في إدارة المحافظ يتعرض لجميع أنواع الضغوطات النفسية وخلافه، وممكن هو يكسبك وممكن هو يخسرك، وفي شركات متخصصة في إدارة المحافظ. لكن شخصيا أنا يعني ما أبحث عن هذا الشيء، أنا أبحث عن أشخاص أشتغل معاهم، أشخاص عندهم فكر، عندهم استراتيجيات، عندهم أساليب تداول، ونكون فرق عمل. الآن في فرق عمل أنا شغال معاها وشغالين مع بعض، وعملنا جدا رائع، جدا 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 رائع، بحيث أنه كل شخص مسؤول عن مجموعة عملات أو مسؤول عن مجموعة تحليلات، وظيفته فقط هذه العملات ما له غيرها، في شخص ثاني ماسك عملات ثانية، في شخص ثالث ماسك عملات ثانية، وفوقنا كلنا في واحد مسؤول عن الميزانية وعن تحديد حجم الصفقة. تشرفني أخوي الحبيب، إن شاء الله تدخل معنا في القناة وإن شاء الله تشوف الشغل كيف، ونشوف مع بعض كل هذه الأشياء راح تكون معروضة للجميع بشكل مجاني بمشيئة الله. لأن أنا عندي قناعة اللي يكسب من هذا السوق 100% ما يبحث عن أي شيء ثاني. السوق هذا إذا ربحك أنت ما تبحث عن أنك تأخذ توصيات مدفوعة ب50 ولا ب100 ولا ب200، إذا السوق هذا بربحك أنت ممكن في اليوم تسوي أضعاف اللي تأخذه من هذا الشخص. فأي واحد يقول لك انا عندي توصيات مدفوعة، انا عني شخصيا اعرف انه هو متداول فاشل، مع انه في منهم اصدقائي، لكن للأسف هذا الكلام دائما اقوله لهم. فبشكل عام الاشخاص اللي بيربحوا
بالضبط الخبره، ومو شرط الخبره، اتفق معك انه الخبره شيء مهم، ولكن احيانا في اشياء اهم من الخبره. الرغبه والشغف اهم بكثير من الخبره. اذا انت عندك رغبه وشغف ممكن اللي تتعلمه في سنه تتعلمه في شهر. وفي طرق رهيبه جدا 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 راح اشرحها ان شاء الله في المستقبل، كيف في شهر تكسب خبره 10 سنين واكثر، ما ابالغ، في طرق رهيبه، التقنيه ما خلت شيء، بامكانك في ايام بسيطه تكتسب خبرات رهيبه. التقنيه ما خلت شيء، في استراتيجيات وفي طرق رهيبه. اكاديميه خبراء المال موفرين دورات وندوات صراحه، يعني ما هو مدح لاني انا بألقي الندوه عن طريقهم، ولكن فعلا كثير من الاشياء اللي تعلمتها عن طريق خبراء المال، شكرا لهم. المعرفه، انت الان اخذتنا على موضوع المعرفه. المعرفه هو بالفعل شيء جدا مهم. بدون المعرفه انت ما عندك اي شيء. لازم تكون عندك معرفه، لازم تكون عندك درايه، لازم تكون مطلع، لازم تكون عندك ثقافه الاستثمار في جميع انشطه حياتك. موضوع هذا استثمار، ما هو فتح واغلاق صفقات فقط ولا اداره راس مال، موضوع اكبر من كذا. الوقت والفراغ، مؤيد تكلمنا عنها اول، بانه انت السوق هذا مفتوح 24 ساعه 5 ايام في الاسبوع، فمهما كان انشغالك تقدر توفر لنفسك ساعه في اليوم او ساعه في الاسبوع تتعلم فيها وتكتشف فيها استراتيجيه تداول. ترى في بعض الاستراتيجيات تكفيك ساعه في الاسبوع، بحيث انك تحلل عمله معينه وتتداول على هذه العمله فقط وتحقق منها ارباحك. في الوقت ما هو عائق، الوقت تقدر توفر ساعه في الاسبوع تشتغل فيها، وان كانت في الويكند تقدر في الويكند تحلل، تقدر في الويكند تحدد صفقاتك وتحدد اهدافك وتحدد كل شيء. والسوق قافل، السوق هذا صح ان كان ما تقدر تتداول عليه، لكن المنصه شغاله وتقدر تحلل وتقدر تشتغل، ما في عائق ابدا. الرغبه هي الاساس، في رغبه تقدر تسوي هذا الشيء، ما في رغبه ما راح تقدر تسوي شيء. اذا ما جاك شغف بانك تحسن من دخلك بشكل قوي وواضح ما راح تسوي شيء. لازم يكون عندك رغبه ولازم يكون عندك شغف، غير كذا ما راح تسوي شيء ولا راح تغير شيء، راح تبقى مكانك وراح تنتظر اخر الشهر الراتب، نقطه. مو معناه اتركوا اعمالكم، لا، انا موظف واشتغل الحمد لله وكل اموري تمام، ولكن هذا موضوع جانبي. تحسين الدخل شيء جدا مهم واساسي. اصحاب الملايين تكلمنا عنها في اول نقطه، ابحثوا عن تحسين الدخل، ابحثوا عن الاستثمار، والافراد كذلك. في وقت، ما هو عائق الوقت. الطموح اذا كان عالي والهمه اذا كانت عاليه، عيش حياتك. التعليم وتطبيق التداول، طبعا تأكيد هنا تدخل في مثلث النجاح، راح نشوفه مع بعض. إدارة المخاطر، النقطة الثالثة اللي هنتكلم فيها إدارة المخاطر. إدارة المخاطر كتعريف إدارة المخاطر هي قياس وتقييم للمخاطر وتطوير استراتيجياتك لإدارتها. يعني تقييم لشيء تمتلكه أنت، استراتيجية تمتلكها أنت معينة، هذه الاستراتيجية إيش دقتها، إيش قوتها، إيش نسب نجاحها. وبعد كذا لو تتذكر وقد تكون عندك أكثر من استراتيجية، تطبق الاستراتيجية الثانية وتسوي عليها قياس وتشوف نسب نجاحها، وتروح للاستراتيجية الثالثة. بعد كذا تقدر تبتكر استراتيجية جديدة عبارة عن دمج لاستراتيجيتين أو ثلاث استراتيجيات. يمكن أنا شغوف شوية في موضوع بناء الاستراتيجيات، وفي استراتيجيات كثيرة بنيتها. الشيء هذا يعني في شغف عندي نوعا ما في بناء الاستراتيجيات، وراح أشرح إن شاء الله يوم من الأيام، بس هتكون للمحترفين، وأتمنى إن شاء الله جميع الحاضرين يوصلوا للاحتراف وأكثر. راح تكون كيف تبني استراتيجية، كيف تبني استراتيجية خاصة فيك، إيش على أي أساس، إيش هي القواعد اللي تحطها عشان تبني استراتيجية. راح أشرح هذه القواعد بالتفصيل الممل، كيف تبني استراتيجية. هتستغنوا كليا بمشيئة الله اللي شغالين في قنوات، اللي إذا راح بمشيئة الله تحذفوا جميع القنوات وتروقوا زي ما أنا مروق، ما عندي ولا قناة، كثرة القنوات ضيعتني في فترة من فترات. راح توصلوا لها إن شاء الله وأكثر من كذا اللي عندهم قنوات تليجرام، والمبتدئين إن شاء الله مع بعض راح نمشي خطوة خطوة إلى أن يوصلوا الأفضل من كذا. نصيحتي لهم لا يدخلوا أي قناة، المبتدئين اللي ما دخلوا هذا المجال ابعدوا عن قنوات التليجرام وابعدوا عن هذه الأشياء. في قنوات تعليمية جيدة لا بأس به، ولكن انك تاخذ معلومات من اشخاص صعب يكون ترخيص عندهم كمحللين فنيين او دارسين التحليل الفني. انا دارس دراسه التحليل الفني،
وإن شاء الله بعد شهر أو شهر ونصف راح أدخل الاختبار للاعتماد الدولي كمحلل فني. الأشخاص اللي يمتلكوا هذا الاعتماد ترى على مستوى العالم العربي 113 شخص فقط اللي هو محلل فني دولي معتمد. أكاديمية خبراء المال ما شاء الله أعتقد عندهم 2 معتمدين كمدربين. والله ما أعرف أسماءهم، بس أنا واحد من أساتذتي أستاذ غمدان، هو أستاذي وهو محلل فني دولي معتمد وحاصل على شهادة الـ CFT1 والـ CFT2، وأعتقد أنه هو الآن إن شاء الله بيحضر الماجستير في التحليل الفني، وأنا دارس دراسة التحليل الفني دراسة غير التطبيق. تمام، لا نطول في النقطة هذه، خلينا نرجع لمحورنا إدارة المخاطر. التقييم، النقطة الأولى اتفقنا عليها، التقييم لازم تكون عندك استراتيجية وتقوم تقييمهم. التجنب، التجنب ذكرت لك أخوي الحبيب، أنا قلت لك الأستاذ غمدان موجود في أكاديمية خبراء المال وبيقدم دورات كثير عنده هنا، وأعتقد تقدر تتواصل معه بشكل مباشر. أستاذ غمدان جدا إنسان محترم متواضع، وأنا هو واحد من أساتذتي وأشكره جزيل الشكر على كل ما علمني فيه. والأستاذ مهدي ذكر لنا فيصل السوادي، وتقدر تبحث عن أكثر في الموضوع هذا إذا أنت حاب تعرف من هم المعتمدين فنيا. واسم الشهادة CFT1 كمحلل فني، هي مستويين CFT1 CFT2، وأنا إن شاء الله بعد شهر ونص أو شهرين راح أدخل بعد الإجازة، أنا عندي إجازة بعد الإجازة هذه راح أدخل الاختبار إن شاء الله وأحصل على الشهادة بمشيئة الله دعواتكم لي. نرجع لموضوعنا، التجنب. اتفقنا إنه عندنا تقييم، عندنا تجنب. التجنب اللي هو تجنب المنتجات ذات المخاطر العالية. مثلا اللي قاعد يحصل الآن في الجميع، يا رب شكرا لك، اللي يحصل الآن على اليورو أو الباوند، في مشاكل سياسية قاعدة تحصل. الباوند يفكر في الخروج من الاتحاد الأوروبي، خروجه يؤثر سلبا أو إيجابا على الأسواق هذه، فبالتالي حجم المخاطرة يرتفع أو ينقص. فالشخص الذكي هو اللي يتجنب هذه الأشياء، وإن كان يفكر في أنه يتداول عليها يفكر فيها بحذر، وتداول عليها يكون بحذر، ولكن ابتعاد عن الأشياء اللي فيها مخاطر. مثلا الأشخاص اللي يتداول على النفط، النفط عارفين أنه في فترات بتذبذب فيها السعر بشكل عنيف وسريع، فأحيانا ما يكون في صالحك وأحيانا يكون في صالحك، فأنت حذرك وخبرتك تقدر تعرف كيف تتجنب التداول في الأشياء الخطيرة هذه. النقل، النقل هو أنك تتنقل بين الأشياء الأقل خطورة، بمعنى اطلاعك العام تعرف تتنقل بين الأشياء الأقل خطورة وتكون ماشي في الاتجاه الصحيح. على سبيل المثال الين الياباني في أوقات يسموه هو عملة الملاذ الآمن، الين الياباني والفرنك السويسري والدولار الأمريكي والباوند أعتقد، والله ناسي العملة الرابعة، عملة اللي هم يسموها الملاذ الآمن. فأحيانا أنت تنقلك بين هذه العملة يعطيك الفرصة بأنك تكون في منطقة آمنة بعيد عن المخاطر. تعرف بس متى تتنقل، هذا السؤال الصحيح، تنقلك بين العملات، وتعرف أنا أوقات أتداول أمسك الأسترالي دولار ما أتداول غير على الأسترالي دولار، فتلقاني ماشي فترة على الأسترالي دولار، بعد كذا أترك الأسترالي دولار وأحول على عملة ثانية. هنا تجي مهارتك بأنك أنت قاعد تتنقل بين هذه العملات وبين الأقل خطورة وتكون ماشي بشكل سليم. التقليص، تقليص خفض حجم الخسائر. خفض حجم الخسائر، في فترة معك محفظة فيها رأس مال معين، رأس المال هذا اللي معك مثلا نزل للنصف. على سبيل المثال واحد مع 10,000 دولار تداول فيها، خسر 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 إلى وصلت 5,000 دولار من خلال يعني قربي من كثير من المتداولين، إيش يسووا؟ يروح يحط 5,000 دولار جديدة من جيبه ويرجع رأس ماله، وصار كذا معنا رأس ماله 15,000 مو 10,000، ويرجع يتداول بال10,000. وهذا أكبر خطر وخطأ ممكن تشتقع فيه. الطريقة الصحيحة إنه 5,000 اللي خسرتها المفروض ترجعها من هذا السوق، بحيث إنك أنت تقلص أكبر قدر ممكن من هذه الخسائر، وتستمر في إنك تخفض الخسائر قبل ما تبحث عن الأرباح. هدفك هنا يكون خفض الخسائر، ما هو تعزيز ودعم رأس المال، لا، أنت لازم تخفض هذه الخسائر وتقوم بدراسات لتقييم وتستمر تستمر تستمر بحيث إنك ترجع ترفع رأس مالك وترجعه على أقل تقدير كما كان. هذه النقطة جدا مهمة، تقليص المخاطر، تقليص حجم الخسائر نقطة جدا مهمة كثير من الأشخاص يقعوا فيها، كثير أشخاص أعرفهم كثير
ارجع يعزز يعزز يعزز، كل ما يخسر يعزز ويستمر في الخسائر. اذا انت ما قدرت تكون استراتيجيه تخفض لك الخسائر، ما راح تقدر تكون استراتيجيه تكتك ربح اصلا. لابد ما تكون عندك استراتيجيه تخفض هذه الخسائر عشان تكون عندك اداره مخاطر، تكون نفسيتك مرتاحه في السوق هذا. اي خساره تخسرها لازم يكون عندك لها تقبل. استاذ الدكتور حماده سلام عنده عباره شهيره اقتبسها منه، يقول لا تفرح على ربح ولا تزعل على خساره. لا تفرح على ربح ولا تزعل على خساره، مهما كان الربح اللي يجيك كبير لا تفرح، طبيعي، هذا شيء طبيعي بمشيئه الله انه انت تكسب، واذا خسرت هذا شيء طبيعي انه انت تخسر. فتقبلك للخساره وتقبلك الربح يدعمك ويساعدك نفسيا بالاستمرار، والاستمرار واحد من اهم اسرار النجاح في هذا السوق، انك انت تكون مستمر مهما كانت خسائرك تقدر تعوضها. ما فهمت، اقطع خسائرك ولا احقق ارباحك؟ ما فهمت ايش تقصد اخويا مهدي، معليش ممكن توضح لي؟ اتخلص من الخسائر ولا احقق ارباحك؟ بالفعل تخلص من الخسائر، خفض الخسائر الى حد ممكن، اكبر حد ممكن تقدر توصل له استمر فيه، لانك اذا انت نجحت في تخفيض هذه الخسائر. تمام اتفق معك. جون ميرفي، ايش في جون ميرفي؟ هذه مقولة جون ميرفي، جميل. كتاب جون ميرفي موجود على الانترنت، اللي يحب ارفعه له ممكن ارفعه له على مستوى شخصي، كتاب جدا جميل انصح اي واحد يطبعه، عنده نسخه نظيفه منه بي دي اف ممكن تطبعه وتقراه، كتاب جدا جميل. لابد اي واحد يفكر انه يتعلم تحليل فني لازم يقرا الكتاب هذا، وهذا الكتاب واحد من المناهج المعتمده في السيف تي 1، التحليل الفني الدولي المعتمد، هذا واحد من الكتب المعتمده في المنهج هذا، لازم تدرسه حتى تقدر تدخل هذه الشهاده. طيب كيف تحقق ارباح مجزيه؟ المبدأ الأساسي للتداول وللتجارة بشكل عام، أنت تشتري بالجملة وتبيع بسعر على قولهم الإفراد أو سعر القطاعي للشعبي. هو كتاب جون ميرفي عربي مترجم بالعربي، عندي نسخة مترجمة بالعربي، كتاب جون ميرفي عندي نسخة مترجمة بالعربي من 300 صفحة تقريبا. في عربي ان شاء الله، في نسخة عربي في الاخير ان شاء الله، تواصل معايا على التليجرام وراح ارسل لك النسخة. طبعا ما اقدر احطها هنا لاسباب حقوق الملكية، اي واحد يحب يوصل هذا ان شاء الله راح اتواصل معايا وارسل له النسخة، وممكن تبحثوا على الانترنت بصيغة بي دي اف تحصله. طيب كيف تحقق ارباح؟ المبدأ الاساسي في التداول او المضاربة او المتاجرة انك تشتري باقل نقطة واقل سعر وتبيع باعلى سعر. هنا انت تحققت اكبر عائد ممكن من هذا السهم او من هذه العمله. موجود في الانترنت، نعم. على اي اساس السعر يرتفع وينخفض؟ بشكل عام الاسعار ترتفع وتنخفض في جميع انواع التجاره او اغلب انواع التجاره بناء على نظريه العرض والطلب. ارتفاع العرض، ارتفاع الطلب يرفع السعر، وكل ما زاد العرض قل السعر. بالضبط، العرض والطلب هو الأساس. طبعا في استراتيجيات خاصة بالعرض والطلب، استراتيجيات خاصة، تحليل فني خاص بالعرض والطلب. العرض والطلب هو أساس كبير جدا في هذا السوق. معرفتك بالعرض والطلب بالأخص على المدى المتوسط والطويل. الله معك أخوي عمر، ان شاء الله تحضر التسجيل وباقي المحاضره.
معرفتك باستراتيجيات العرض والطلب الصحيحة، مو زي ما بعض الأشخاص يعرضوه على الإنترنت العرض والطلب في الدقيقة، ما في شيء اسمه العرض والطلب في الدقيقة. فمعرفتك الصحيحة في العرض والطلب ودراستك الصحيحة للعرض والطلب راح يحقق لك إن شاء الله واحد من أكبر العوائد اللي ممكن تبني عليها استراتيجية كاملة العرض والطلب. الله يحييك. طيب هذا رسم بياني تشويقي، أنا ما ودي أدخل في الأمور الفنية حاليا، ولكن هذا تشويقي للأشخاص اللي ما قد شافوا أي رسم بياني، أوضح لكم فيه كيف فكرة أن أنت ممكن تكسب أو تخسر. الآن لو نلاحظ حصل فرق سعر لليورو مقابل الدولار، انخفض في فترة معينة وارتفع في فترة معينة. احنا او كثير من المتداولين ما في احد قادر يغير السعر بشكل كبير زي كذا، احنا نتكلم على شموع يومية، فانه شخص يحرك السعر بهذا الشكل وبهذا الشيء الحجم ما في احد يقدر يحركه بالسهولة هذه. احنا هنا هدفنا نستفيد من هذه الحركة، احنا لا نغير الاسعار، احنا نستفيد من هذه الحركة. الحركة هذه شباب، في احد عنده مشكلة في الصوت؟ تمام. الحركة هذه هي اللي احنا نستفيد منها، الحركة سواء في الهبوط او الارتفاع نقدر نحقق منها ارباح. احنا نستفيد من هذه الحركة، كيف نكسب من الهبوط والارتفاع؟ في بعض الاشخاص ما يكون عندهم اي خبرة في السوق هذا، فانا حاب اشرح لهم ببساطة كيف يعني الهبوط نكسب منه وكيف الارتفاع نكسب منه. كثير من الاشخاص يتخوفوا من دخول الاسواق المالية، يقول لك يا اخوي ممكن ينهار السوق في لحظة. طيب ممكن عملية الانهار هذه، الانهيار هذه عبارة عن فرص ربحية لك، هبوط سعر معين، هبوط اليورو يعني ارتفاع الدولار، وارتفاع اليورو يعني هبوط للدولار. فالسوق هذا اي عملية هبوط انت ممكن تستفيد منها، واي عملية ارتفاع تقدر تستفيد منها. انت مو مقيد في اتجاه واحد، ما انت مقيد في الاتجاه الصاعد فقط، انت تقدر تستفيد من الاتجاه الصاعد والاتجاه الهابط. على سبيل المثال ارتفاع اليورو مقابل الدولار اسمح لك بانك تشتري اليورو، وانخفاض قيمة اليورو في الرسمة الاسفل هذا، تمام، انخفاض قيمة اليورو يعطيك الفرصة بانك تشتري الدولار. فاذا انت اشتريت الدولار مقابل اليورو معناها الدولار قاعد يصعد واليورو جالس يهبط، فبالتالي شرط تشوف فيه هبوط، ولكن انت فعليا مشتري الدولار. وصلت الفكرة؟ بعض الاشخاص اللي ما يعرفوا فكرة الهبوط والارتفاع كيف تقدر تستفيد من الارتفاع والهبوط. هبوط اليورو الرسم البياني يعطيك هبوط، وانت تفتح صفقة اسمها سيل، ما هو المعنى بيع، معنى سيل، سيل اليورو مقابل الدولار، بمعنى اخر انا اشتري الدولار، لانك ما راح تجد رسم بياني ثاني اسمه دولار مقابل اليورو. الان اللي الرسم البياني هذا خاص باليورو مقابل الدولار، فعملية هبوط يعني ارتفاع للدولار، الارتفاع يعني قيمة اليورو هي اللي ترتفع. وصلت الفكرة شباب؟ اذا وصلت الفكرة اعطوني واحد اذا في سؤال، لانه النقطة هذه جدا مهمة. السؤال ايش هذا؟ مو واضح السؤال، ممكن تكتبه على قسمين لانه نص السؤال ما هو واضح. العملة الرئيسية يورو، احسنت، عملة رئيسية وعملة ثانوية، العملة الرئيسية اليورو والعملة الثانوية الدولار. ارتفاع العملة الرئيسية يعني ارتفاع الرسم البياني، وانخفاض العملة الرئيسية يعني ايش؟ انخفاض الرسم البياني. بالتالي اذا انخفضت، نعم في تسجيل، في تسجيل. تمام، راح اعرض لكم الان رسم بياني عليه تحليل فني على واحدة من مدارس التحليل الفني، تعتمد على كاستراتيجية تعتبر متكاملة فيها جميع العناصر وفيها عرض وطلب. ان شاء الله اخوي دحمي، ولا يهمك ابشر، بس اجلس لاخر العرض.
هل يجوز الاسر على حسب السؤال؟ والله ماني قادر اقرأه لانه مو ظاهر واضح كامل عندي اخويا علي. اشتريت الذهب وثم بعته لحساب البنك بالانترنت والبنك يقوم بتوفير الذهب في اي وقت، هل يجوز السر عليه؟ شوف بصراحة يعني هي مسألة خلافية موضوع الذهب، وفي بعض المشايخ اجازوها، بعض المشايخ عندهم يعني ملاحظات على النقطة هذه. شخصيا انا دع ما يريبك الى ما لا يريبك، يعني هذه فكرتي انا، وهذا قناعة عندي انا شخصيا، ولكن في بعض المشايخ اجازوها، بعض الاشخاص ما اجازوها. في مقابضة عن طريق المنصة؟ نعم صحيح، في مقابضة عن طريق المنصة، وأساس التداول إذا ما كان في مقابضة ما في في مشكلة شرعية. عشان كذا احنا كنا نقول في الحسابات إن الحسابات لازم تكون إسلامية مباشرة، حساب إسلامي مباشرة، عملية التقابض تكون إلكترونية، صفقاتك تنزل على حسابك البنكي المسجل تحت شركة الوساطة. أي عميل، الحين نتكلم على شركات الوساطة، ناخذ خطوة كذا، شركات الوساطة كان نفسي اشرحها قدام بس هشرحها ما انه في عليها سؤال. شركة الوساطة يكون عندها حساب بنكي رئيسي داخل البنك المركزي، ولكل عميل حساب بنكي فرعي تحت حساب البنكي الاساسي للشركة. والمفترض انه حسابك البنكي هذا انت تقدر تطلع عليه وتجيك التقارير حقته بشكل مفصل. تذكروا النقطة هذه لما ندخل في تفاصيل الحسابات نتكلم فيها بالتفصيل الأكثر، ولكن بشكل رئيسي الشركة إذا ما وفرت لك حساب بنكي فهي شركة غير مباشرة، لازم يكون عندك حساب بنكي، حساب بنكي تحت مسمى الشركة الأساسية اللي أنت شغال فيها. الرسم البياني هذا في واحد من الشباب كان يتكلم فيه، بولينجر وفي ماكدي، ما شاء الله الأخ عنده خبرة ما شاء الله تبارك الله. خلاص نشتغل مع بعض إن شاء الله. هذه واحدة من المدارس جميلة. مين اللي كان كاتب لي البولينجر وكاتب؟ معليش اذكرني باسمك لو سمحت. ما رأيك في السكالبينج؟ ما احب السكالبينج بصراحة، ما اشتغل سكالبينج. انا سكالبينج له شروط معينة اللي انا اشتغل فيه. سكالبينج ما انك سألت عن السكالبينج، سكالبينج نتشرف فيك، شكرا اخوي مهدي. انت اللي كنت كاتب السكالبينج. معلومة، انا عندي قانون في السكالبينج، اذا اشتغل سكالبينج لازم تكون عندي صفقة اساسية على نفس العملة، اكون عندي مركز جدا قوي. بمعنى انا اكون مشتري اليورو دولار على سبيل المثال، مشتري اليورو دولار وعندي صفقة وماشي معايا 700-800 نقطة، تمام، ومحققت لي ربح لا بأس به، اتفقنا؟ هنا ادخل سكالبينج على اليورو دولار، غير كذا مستحيل ادخل سكالبينج. وصلتك الفكرة؟ لابد، لأنه شرط من شروط السكالبينج أنه أنت تدخل صفقة عكس الاتجاه، اتجاه صاعد أنت تدخل بيع على عمل التصحيح بمخاطرة عالية. عشان أضمن مخاطرتي أكون متحكم فيها لازم أكون أساسا مشتري صفقة يورو دولار من أسفل بحجم لا بأس به، يأمن لي حتى صفقة السكالبينج لو خسرت راح تخسر جزء من الأرباح، ما يكون خسرت جزء من راس المال. وصلتك الفكرة أخوي أحمد؟ إذا وصلتك واحد بالله تمام. لا تشتغل سكالبينج مهما حصل إذا ما عندك صفقة أساسية، ولو كنت متأكد 100% من الهبوط المؤقت هذا لليورو دولار ما أدخل سكالبينج، أنتظر الهبوط ينتهي وأدخل مع الاتجاه الرئيسي. لكن إني أدخل سكالبينج وانا ما عندي صفقة تحمي الصفقة حقت السكالبينج، هذا مخاطرة عالية انا ما اتحملها. تمام. موجات الذيب موجات رهيبة وممتازة وفي ناس متخصصين فيها. في زميلنا والله ناس اسمه العتيبي ما شاء الله تبارك الله مبدع فيها، كنت تسأل عن موجات الذيب يعني انصحك تاخذ عنده، اعتقد انه عرض دورة قبل كذا عن طريق اكاديمية خبراء المال وكان عليه اقبال جدا جميل. العرض والطلب، ايش سؤالك في العرض والطلب؟
كنت بقول انه العرض والطلب هو مدرسه اساسيه لازم تكون تعرفها في التحليل بشكل عام. واحيانا العرض والطلب ترى ما يكون طالع من الرسم البياني. في بعض العملات عاده تكون الدول هذه في دول ناميه. الدول الناميه هذه القيمه السوقيه لعملتهم عباره مو عن ذهب، عباره عن دولار موضوع في البنوك المركزيه. فاحيانا يبغوا يرفعوا القيمه السوقيه لعملتهم فيضطروا يشتروا دولار. فهنا جاء عرض في طلب للدولار، ما هو طالع من الشرط، طالع من رغبه دوله معينه برفع قيمتها السوقيه انها تروح تشتري دولار زياده وتحطه في البنوك. فاحيانا في طلب يحصل خارج الرسم البياني. اطلاعك لو تتذكر والمعلومات المهمه اللي تكون دائما انت على اطلاع ودرايه فيها تساعدك في انك تعرف العرض والطلب الثاني الموازي اللي ما يطلع من الرسم البياني. في عرض وطلب ثاني يطلع في دول ناميه كثير بقوه عملتها مبنيه على الدولار، فانخفاض الدولار يعني انخفاض عملتهم، فبالتالي يروحوا يشتروا دولار عشان يعززوا عملتهم في حال انخفاض الدولار. فهنا يطلع في طلب للدولار، هذا اللي معطي الدولار قوه، انه كثير من الدول مبنيه اقتصادها وعملتها مبنية على قيمة الدولار الموضوعة باسمها. وصلت الفكرة؟ هذا عرض وطلب، هذا نوع من أنواع العرض والطلب. دحمي يا أخويا دحمي، واحد إذا وصلتك الفكرة. تمام. شركات الوساطة والتراخيص، الموضوع اللي كثير وكثير يسألوا عنه. شركات الوساطة والتراخيص، عشان نعرف شركات الوساطة والتراخيص المنتشرة حول العالم بكميات ضخمة، وكان في واحد يقول كثير منها إسرائيلية، أتفق معك. كنت بدك تحكي عن الشرط، إيش في الشرط؟ السعودية ما فيها تراخيص. طيب ما شرحت الشرط السابق، هو ما هو شرح، الشرط السابق هو فقط منظر للجماعة اللي ما قد شافوا أي شرط أو رسم بياني عليه تحليل. فأنا حبيت أعرض لهم رسم بياني عليه تحليل، وحبيت أعرض لهم رسم بياني ما عليه تحليل، مو أكثر. انا هنا ما بشرح تحليل فني، ان شاء الله راح اشرح التحليل الفني بشكل اكثر. الشارت ما في يعني تفاصيل كثيره، الشارت هو فقط عن رسم بياني عليه نوع من انواع التحاليل ومدرسه من مدارس التحاليل. مدارس التحاليل لا تعد ولا تحصى، فانا حبيت اعرض بس فكره حتى اشوق الاشخاص اللي ما عندهم اي خبره عن التحليل الفني يفكروا انه يقدروا يسووا شارت ورسم بياني زي هذا واجمل واحسن. وحتى الاخوان اللي عندهم خبره ان شاء الله يقدروا يسووا افضل واجمل من كذا وافضل واقوى. هذه الفكره باختصار، تشويقيه لا اكثر. طيب شركات الوساطه والتراخيص للتذكير، ما معنى كلمه ترخيص او رقابه دوليه؟ الترخيص هو رخصه ماليه يتم الحصول عليها من قبل هيئه حكوميه ماليه لبلد معين. لكل بلد شروط خاصه وقوانين ماليه خاصه، لكل دوله في لها شروط خاصة. مؤسسة النقد العربي السعودي لها اشتراطات خاصة. حتى لما دخلت المملكة العربية السعودية مؤسسة التجارة الدولية، منظمة التجارة الدولية، كانت في اشتراطات منصوصة لابد من السعودية تطبقها، وفي اشتراطات السعودية كانت رافضتها، وهذا اللي كان فترة من فترات أخر الدخول السعودية لهذه الهيئة وخلافه. في أنظمة وقوانين مختلفة، البنوك تلقى أنظمتها في السعودية مختلفة عن هنا، مختلفة عن هنا، مختلفة عن هنا. لكل هيئة مالية أنظمة. أنت الشركة اللي شغال فيها تابعة لأي دولة، والأنظمة اللي موجودة في الدولة هذه إيش هي؟ ببساطة في دولة تمنح تراخيص، مثلا على سبيل المثال في أمريكا في شركات وساطة منتشرة وعندها تراخيص أمريكية، ولكن واحد من البنود اللي موجودة في الأنظمة أنه أي متداول خارج من أمريكا، خارج أمريكا ما يحمي الترخيص هذا. فأنت لما تكون عارف البنود والأنظمة عارف أنه تداولك مع شركة أمريكية ما يحميك. المعلومية حتى الشركات البريطانية والأوروبية أغلبها ما تحمي المتداولين العرب، أغلبها ما تحمي المتداولين العرب، إن ما كان كلها. اللي تحمي المتداولين العرب لازم يكون عندهم ترخيص فرعي بشكل عام في دولة عربية زي الإمارات أو البحرين، قليلة جدا جدا جدا. إذا تكون شركة أوروبية وعندها ترخيص فرعي خليجي
سواء في الامارات او البحرين، هذه الدولتين الاثنين تعطي التراخيص وتفتح لك حسابات بنكيه حقيقيه موجوده الشركات هذه، والشركه اللي انا شغال معاها شركه بريطانيه عندها ترخيص بريطاني وعندها ترخيص فرعي اماراتي. لابد ما يكون في هذا الشيء. الشيء الثاني في شركات قبرصيه، طبعا قبرص ناس كثير تخاف منها، لكن في الشركات الحقيقيه في قبرص السعوديه والله على حد علمي ما فيها تراخيص، على حد علمي ما فيها تراخيص، ولكن في بعض الشركات تكون عندها تراخيص استشارات ماليه كاداره محافظ او دعم لوجستي للمتداولين، في تراخيص. خبراء المال عندهم ترخيص تدريب في السعوديه، مرخصين في السعوديه بسجل تجاري رسمي، كدعم لوجستي وكاستشارات موجود، ولكن كتراخيص وساطه على حد علمي ما في. وصلت الفكره اخوي دحمي؟ تمام. اهم نقطه كنت اتكلم على قبرص. قبرص الميزة في قبرص، في الشركات المرخصة في قبرص، أنظمة قبرص الآن أصبحت من أشد الأنظمة والتشريعات على مستوى شركات الوساطة حاليا، خاصة السنة 2017 سووا أنظمة جديدة صارمة 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 بشكل جدا عنيف، جدا عنيفة. والشركات اللي تكون عندها ترخيص رسمي، راح نعرف مع بعض إن شاء الله في المستقبل كيف نفحص أي شركة وكيف نتأكد إن الشركة هذه ترخيصها حقيقي، راح أسوي فيديو مخصص للنقطة هذه، كيف افحص الشركه بالتفصيل الممل راح اشرحها. ولكن الخلاصه انه في تراخيص القبرصيه تجد نصا انه الدوله اللي انت فيها انت محمي فيها. انا ادخل على الترخيص على الهيئه الرقابيه، بمعنى انا ابغى اتاكد انه بنك الراجحي بنك مرخص في السعوديه، كيف؟ بكل بساطه ادخل على المؤسسه النقد العربي السعودي، ادخل على التراخيص، ادخل على البنوك، اشوف بنك الراجحي موجود، اعرف انه بنك الراجحي مرخص، ادخل اطلع على الترخيص الخاص ببنك الراجحي، راح تجد انه يشمل 1 2 3 4 5 نقاط، وراح تجد فيه بعض التفاصيل المهمه اللي تهمك انت كمستثمر. تمام؟ بشكل عام اغلب شركات الوساطه توفر لك حسابات اسلاميه، شركات الوساطه الجيده الاسلاميه واللي يكون في ترخيصها عرب يكون عندهم حسابات اسلاميه، الاغلب، مو الكل، الاغلب. وهي ترى الجيدة جدا جدا وممتازة، ترى محدودة 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 جدا. وراح ان شاء الله اعطيكم الطريقة. انا هذه الندوة ما هي دعوة للتسجيل، الندوة هذه ما هي دعوة للتسجيل تحت وكالة حمد او تحت وكالة خبراء المال او تحت وكالة اي احد. التراخيص انا عندي شركة قبرصية شغال معها، ما في اي مشكلة، مو صحيح اختلف معك اخوي يا مهدي، انا شغال مع شركة قبرصية وشغال مع شركة بريطانية عندها ترخيص فرعي في الامارات، شركتين شغال معاهم وما في عندي اي مشاكل الحمد لله، ولا قد واجهتني اي مشكله. حتى لما تكون عندي مشكله في المنصه اكثر اشخاص كانوا يتعاونوا معايا الشركه القبرصيه بدون مبالغه، كانوا جدا رائعين. تعطي حمايه للامريكيين او المقيمين في امريكا، نعم اتفق معك مؤيد، تعطيك حمايه اذا انت كنت مقيم في امريكا. واغلب الشركات اذا انت مقيم في امريكا، الشركات خارج امريكا إذا أنت مقيم في أمريكا ما تعطيك أصلا محفظة استثمارية. المشكلة إذا سحبت أرباح كثيرة، إيش المشكلة؟ إيش المشكلة؟ ما يسحبون، إذا الشركة جيدة مستحيل ما تسحبك. لا مو صحيح أبدا. الشركات الجيدة تعطيك كل اللي أنت تحتاجه. تعطيك بشكل يسحب، ما انا ما واجهت مشاكل ولا قابلت احد واجه مشكله بصراحه مع الشركات اللي انا شغال فيها والشركات اللي انا فاحصها بنفسي. خاصه بعطيك معلومه اخوي الحبيب، الشركات الجيده راح اعطيك بالتفصيل الممل في الشريحه الجايه، خليك مركز معي في الشريحه الجايه، في بعض المعلومات جدا مهمه. ادوار، خلينا نكمل الشريحه دي وندخل في الشريحه الجايه اللي حتجاوب على كثير من الاسئله. الدوار اللي المفروض الهيئه هذه تقوم فيها، الهيئه الرقابيه، الان هيئه رقابيه قبرصيه الاماراتيه البريطانيه الامريكيه واتيفر، او هيئه سوق المال السعودي او مؤسسه النقد العربي السعودي، ايش الادوار اللي عندهم؟ عندهم ادوار مهمه، احنا نتكلم في مجالنا هذا شركات الوساطه، الهيئات اللي تقوم بالرقابه عليها عندها ثلاثه ادوار جدا مهمه.
هنا يجي دور الهيئة الرقابية. إذا أنت تحت هيئة رقابية جيدة تحميك كمتداول عربي، أهم نقطة تحميك كمتداول عربي بكل بساطة، تتراسل مع الهيئة الرقابية حقك يجيك كامل مكمل. إذا أنت عندك ما يثبت مصدر هذه الأموال أخوي دحمي، ما حد يسألك. الشركة اللي أنت شغال معاها ترسل لك المستندات اللازمة أول ما تفتح الحساب، هذا سؤال جدا مهم. في مستندات تجيك وتتوقع من طرفك وتروح للشركة وتتوقع من طرفهم وتكون عندك نسخة. هذه الشركات الجيدة، إذا عندك هذه المستندات ما حد يكلمك ولا حد يعطاك بمشيئة الله. أهم نقطة، ما تأخذ فلوس من الناس وتتداول بالنيابة عنهم، هذا شيء ممنوع تماما. حسابات الفوركس السعودية فيها شوية مشاكل. المشكلة الأساسية أخوي عبد الله إنه الناس للأسف ما عندهم ثقافة. تروح تتداول مع شركات نصب واحتيال، وبعدين يروح يقدم شكوى في البنك يقول أنا نصب علي. البنك يضطر يقفل كل أنواع التداول وكل أنواع الحسابات وكل أنواع التواصلات هذه. ليه؟ لأنه الناس أساسا ما عندها ثقافة وما لها عارفة تشتغل صح. في مشكلة في الناس وفي مشكلة في الأنظمة، أتفق معك، ولكن بشكل عام المشكلة الأكبر أنا أشوفها في أسلوب الناس. سمعوا والله في شيء اسمه تداول، والله في شيء اسمه فوركس، أنا أعرف أشخاص كثير وأصدقاء كثير عزيزين علي كثير سمع عن هذا المجال قال يلا روح. أنا أعرف واحد صاحبي خسر فوق 250 ألف ريال في طرفة عين، في غمضة عين راحت، سمع الناس قالوا راح معاهم. بس هذه مشكلة، مشكلة حقيقية مو في الأنظمة، المشكلة حقيقية في الناس، مشكلة حقيقية في الناس بيروحوا غلط وبالطريقة الخاطئة. طيب، مهام الهيئات الرقابية. الهيئات الرقابية عندها ثلاثة مهام رئيسية، أهم ثلاثة مهام تكون فيها الهيئة الرقابية. المهمة الأولى الفحص الأسبوعي لحسابات العملاء اللي موجودين في الشركة هذه، وتقارن الأرباح والخسائر مقارنة مع الحسابات البنكية اللي موجودة، بمعنى أنت كم كسبت كم خسرت، هل الأرقام اللي موجودة في المنصة مطابقة للحساب. هذا فحص أسبوعي يصير، والشركات الجيدة الفحص الأسبوعي والفحص اليومي والفحص الشهري يجيك بشكل روتيني يومي على الإيميل حقك. كل يوم يجيك تقرير مفصل عن حسابك على الإيميل يومي، وفي تقرير مفصل أسبوعي، وفي تقرير مفصل شهري يجيك على إيميلك على حسابك البنكي وعن منصة التداول، يجيك المفروض بشكل يومي. هذه الشركات الجيدة توفر لك. النقطة الثانية، تعويض العملاء في حالة الإفلاس. لو تتذكروا قصة اللي قلت لكم إياها، إفلاس بعض شركات الوساطة بسبب الاختلاف الصرف في الفرنك السويسري، كثير من الشركات أفلست، كثير من المتداولين وبالأخص العرب ما كانوا يعرفوا أنه لهم الحق في التعويض. إذا أنت كنت شغال مع هيئة رقابية، الهيئة الرقابية هذه تحميك كمتداول عربي، والشركة اللي أنت شغال معها أفلست، بكل بساطة ترسل المستندات المثبتة للهيئة الرقابية، تتأكد من البيانات الهيئة الرقابية. بعض الهيئات الرقابية تعوضك إلى 80% من رأس مالك، الهيئة الرقابية اللي تعوضك مو شركة الوساطة. شركة الوساطة آخر فلست. لو نتذكر في الأول قلنا طرق الانتصاف القانونية تختلف من شركة إلى شركة، أو من هيئة رقابية لهيئة رقابية، من دولة لدولة. هذه واحدة من أهم النقاط اللي لازم تكون تعرفها، الهيئة الرقابية اللي أنت شغال فيها كم بالمية تعوضك. في بعض الهيئات الرقابية تعوضك 80%، بعض الهيئات الرقابية تعطيك 70 60 90، حسب الهيئة الرقابية اللي انت شغال فيها. هذه نقطة جدا مهمة لازم تكون عارفها، جدا جدا مهمة. النقطة الثالثة، دور الهيئة الرقابية انه انت في حال حدوث اي خلاف بينك وبين الشركة، مثلا انت كنت لاحظت تغير مفاجئ في السعر، والتغير هذا لما رحت قارنته على البنوك المركزية لقيت ان التغير هذا ما حصل في البنك المركزي. في شركات منتشرة في العالم العربي تلعب هذا اللعب، تلقى فجأة كذا سعر طار 1000 نقطة ورجع نزل. على أساس طار أنت ما تعرف، على أساس هبط أنت ما تعرف. تروح تقارنه في منصة ثانية، تروح تقارنه في الأسعار البنكية المركزية الثانية، تلقى الشيء هذا ما حصل، وتكون أنت خسرت ممكن رأس مالك كله بسبب هذه الحركة. بكل بساطة ترسل للهيئة الرقابية، حصلت معايا المشكلة 1 2 3، ترسل لهم المستندات هذه. الهيئة الرقابية دورها إنها ترجع لك حقك،
هذه واحدة من أهم النقاط اللي كثير من الناس تغفل عنها، دور الهيئة الرقابية، هذا واحد من أهم أدوار الهيئة الرقابية، لأن المنصة الوهمية ممكن يكون الحساب غير مباشر، مو شرط، ممكن تكون منصة حقيقية والتداولات حقيقية ولكن ما تكون مربوطة في البنوك المركزية. هذه النقطة لو تتذكروا تكلمنا عنها في أنواع الحسابات البنكية. طيب راح نسأل نفسنا السؤال المهم جدا، هل هناك شركات وساطة وهمية؟ نعم وكثير، وحسب دراستي أنا ونظري أنا أكثر من 95% من الشركات، إيش 95؟ 99% من الشركات اللي موجودة ومنتشرة 99% منها شركات نصابة، 99% منها شركات نصابة. عشان كذا لو تتذكروا في أول سلايد في أول شريحة قلت ليش، لماذا؟ لماذا؟ لأننا أبغى أكافح هذا الفساد. 99.50 فاصلة 99 كمان، بالفعل ما في أحد تعرف، ما في أحد دخل هذا المجال، ما أغلب اللي أعرفهم دخلوا هذا المجال بما فيهم أنا، لأن أنا ما كنت بداية دخولي للمجال هذا ما كان في أي أحد يوجهني، دخلت كذا براسي، درعمت على قولهم، فأكلت لي كم علقة حلوة في البداية، بس الحمد لله عوضناها من نفس السوق الحمد لله. فكانت هذه تقليص الخسائر، إدارة المخاطر، تقليص الخسائر، إنك تعوض الفلوس اللي نصبت منها من نفس السوق. طيب خصائص الشركات المرخصة، إذا عرفنا خصائص الشركات المرخصة بالتالي نعرف خصائص الشركات الغير مرخصة، صح؟ يعني إذا عرفنا إن الشركة هذه مرخصة تمام، معناته نعرف كيف الشركة الغير مرخصة، صح؟ طلعوا من القدس، في ناس كثير تعرضوا لمشاكل، صحيح اتفق معك، ويكون مراكزهم هناك واكثر امان لانه تحميهم الانظمة اللي هناك، خاصة اذا كانوا محتالين على العرب، صحيح كثير مو قدس تحت مظلة ما ماشي. طيب خصائص الشركات المرخصة، أول نقطة ولازم تلاحظها أن الشركات المرخصة لا تقوم بتفعيل حسابك بدون ما ترسل الأوراق الثبوتية، وبعض الشركات تبالغ في النقطة هذه، يعني زي الشركة البريطانية الإماراتية اللي أشتغل معاها، حسابك ما يتم تفعيله غير بعد ما يرسلوا لك بريد مرسل عن طريق احد شركات الدي اتش ال او الفيديكس او الى اخره، يجيك بريد في رقم سري، الرقم السري اذا ما حد يعرفه غيرك، يجيك في رساله، تفتح الرساله تلقى الرقم السري، بالرقم السري هذا تفعل حسابك. بعض الشركات تبالغ للنقطه دي، ما تقدر لا تسحب ولا تودع ولا تتداول الين يجيك هذا الرقم السري، واساسا الرقم السري هذا ما يجيك غير بعد ما ترسل اوراق ثبوتيه، جواز سفر، هويه، رخصه، مكان اقامه، اوراق كثير ترسلها، في بعض الشركات تاخذ 4 5 اوراق ثبوتيه حتى يفتحوا لك حساب. هذه نقطه جدا مهمه، اي شركه تجيك تقول لك يلا انا افتح لك حساب ذحين الان والان تقدر تتداول، اودع 1000 دولار وفي دقيقه تحولها ل 2000 دولار، الله يعوض عليك، راحت فلوسك يا صابر. اول ما تسمع الكلام هذا قفل الرقم، قفل الجوال، وحط له حظر وريح راسك، لانه ما في اي شركه تسوي الكلام هذا، اي شركه مرخصه مستحيل تسوي النقطه هذه. النقطه الثانيه، معليش ربك كريم، تعوضها من هذا السوق، اسمع مني وانا اخوك، اذا ما عوضتها من هذا السوق انت ما سويت تقليص خسائر، لازم تعوضها من نفس السوق مهما كان حجم الخسائر، تعوضه من هذا السوق، مشيئه الله راح تعوضه، وراح تعوض وراح تبدا بالارباح زي ما انا سويت وزي ما غيري سوى، ان شاء الله تقدر تسويها، بس خليك معي لاخر الندوه. باثبات السكن تمام، هذا المفروض سويس كود جيده لا باس بها، ما تعاملت معها ولكن سمعتها جيده، انا ما تعاملت معها على المستوى الشخصي فما اقدر اقيمها بكل صراحه، ما راح اعطيكم وهم ولا راح ابيعكم وهم، انا ما تعاملت معها على المستوى الشخصي فما اقدر اقيمها، الشركات اللي انا تعاملت معها اقدر اقيمها،
وان شاء الله لو تحبوا اسوي ندوه مخصصه عن الشركات اللي انا تعاملت معاها وتقييمي الشخصي عن كل الشركات بايجابياتها وسلبياتها. انا ما عندي مشكله ان شاء الله. الشركات المرخصه لا تقوم بايداع اي مبلغ حتى يتم تفعيل الحساب. ابشر، ولا يهمك اخويا، ولا يهمك اخويا، ولا يهمك ولا يهمك، ابشر. انا اخذ محاضره في التحليل الفني، مو بس تحليل فني، راح اسوي محاضره مخصصه في بناء الاستراتيجيات ان شاء الله، وراح تكون مجانيه بمشيئه الله. راح اخلي كل شخص يقدر يبني استراتيجيه خاصه فيه ومجانا بمشيئه الله، ولا يهمكم ان شاء الله. تمام الشركه، خلي بس نخلص ندوتنا حقت اليوم، ممكن تتكرموا ونركز على محاورنا. شكرا. طيب الشركة المرخصة لا يمكن انك تقدر تودع فيها قبل ما يتفعل حسابك. ما اعرفها والله، اول مرة اشوفها، ما عدى عليا. ايش اسمها؟ سوليوشن، ما اعرف. اي فيكس سوليوشن، ما اعرف. بكل بساطة شوف الترخيص حقها وروح افحصه، بساطة شوف الترخيص حقها، ترخيصها من اي دولة، شوف الرقم وتأكد انه. خلينا نكمل اخوي الحبيب، تسمح لي. طيب الشركات المرخصة لا يمكن انك تودع فيها قبل ما تفعل حسابك. الشركات المرخصة لا يمكن انك تودع فيها عن طريق كاشيو، وسترن يونيون، تحويلات شخصية، تحويل عن طريق طرف ثالث، مدري كيف الكلام ذا كله. هذه الشركة عارف انها شركة نصب واحتيال، اذا ما قبلت الشركة التحويل البنكي المباشر او الماستر كارد او الفيزا، هذه الشركة عليها 1000 علامة استفهام، مو واحدة علامة استفهام، 1000 علامة استفهام. اي شركة تقول لك انت حول لي واحد وهذا الواحد هو راح يحول لنا عشان الفلوس توصل بسرعة، قفل الخط وحط له حظر، واذا اودعت له الله يعوضك. الشركات الحقيقية تروح للبنك في السعودية او خارج السعودية ويجيك رقم تحول، تلقى الرقم هذا هو نفس الرقم ونفس الاسم مطابق، ما فيها اي تلاعب. هذه الشركات المرخصة. الشركات المرخصة ما في عندها شيء اسمه ايش. وعليكم السلام. الشركات المرخصة ما في شيء عندهم اسمه ادارة حسابات، او انهم يعطوك توصيات، او انهم يقولوا لك انت فقط اودع واحنا نعطيك ارباح و و و و وان كنت تشوف ارباح على المنصة فهي ارباح وهمية ما هي حقيقية. لا يمكن لاي شركة انها تعطيك اي وعود، بالعكس الشركات الجيدة في بعض الشركات ترسل لك تحذير المخاطر وتوقعه وتعتمد التوقيع وترسله للشركة، وبشرط انه التوقيع اللي انت موقع عليه يكون نفس التوقيع اللي موجود في جواز السفر ويكون موجود في الفيزا، حتى يتأكدوا انك انت عارف حجم المخاطرة. اول نقطة عندهم، اول نقطة عند الشركات الجيدة التحذير من المخاطر، اول نقطة. اي شركه تقول لك انا عندي وعود وعندي وعندي، اعرف انها شركه غير مرخصه. النقطه الخامسه زي ما ذكرت قبل شويه في الحسابات البنكيه، لما تيجي تحول تلقى الاسم التجاري هو نفس الاسم في الموقع المعتمد للحكومه الهيئه الرقابيه، هو نفس الحساب البنكي اللي انت تحول له، الثلاثه الاسماء نفس الاسماء متطابقه، الموقع نفسه اللي انت داخل فيه موقع مرخص ومسجل في الترخيص الاساسي من الهيئه الرقابيه. يعني الآن أخونا يسألنا عن شركة، بكل بساطة ادخل الهيئة الرقابية وتأكد أن الرابط اللي أنت موجود فيه الشركة هذه شركة الوساطة معتمد، معتمد في الهيئة الرقابية، معتمد في الهيئة الرقابية. إذا ما كان معتمد في الهيئة الرقابية حاول تطلع بأسرع وقت ممكن من هذه الشركة. موضوع أنه تدخل موقع لموقع وموقع لموقع، هذا النقطة رقم 7، عمليات التغيير بين المواقع، عمليات التغيير في اللغة، هذه تعرف انه انت من شركة لشركة فرعية او شركة التحايل. يعني في مثلا شركة اسمها FX Pro، هذه الشركة خبراء المال عندهم وكالة في FX Pro، جاءت شركة وهمية اخذت FX Pro بس اضافت عليها تعديل بسيط وسوت نفس الرابط حق FX Pro وحطت نفس رقم الترخيص حق FX Pro، حلو، وصاروا الناس يسجلوا فيها ونصبت على أمة لا إله إلا الله،
وخرجت، وصار الكلام كله يجي على انه اف اكس برو هي اللي نصبت، ولكن اف اكس برو ما لها اي علاقه في الموضوع. وعلى فكره اللي قدروا يثبتوا عمليات النصب هذه اف اكس برو عوضتها، رغم انها ما لها اي علاقه. في ناس كثير عوضتهم اف اكس برو على حسب ما قرات عن المشكله هذه، الله العالم اذا تم التعويض ولا لا، او كلام انترنت ما تاكدت 100% من المعلومه هذه، ولكن اللي قراته ووجدته انه اف اكس برو حاولت تعوض الناس هذه اللي اثبتت انه نصب عليهم، لسبب شركة جيدة تحاول تحافظ على سمعتها. نقطة، شركة جيدة تحافظ على سمعتها مهما حصل. موضوع انك تتحول من موقع لموقع هذا موضوع خطير جدا، احذر منه. على سبيل المثال في شركة ايش اسمها، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هاوس اوف بورس. هاوس اوف بورس على سبيل المثال موقعهم انجليزي، ما في اي شيء عربي. في ناس حاولوا يسرقوا الاسم وسووا ايه؟ انا ما انصح باي شركه حاليا، انا ما انصح باي شركه، انا حاليا ما ادعو الناس للتسجيل في التداول، ولا انصح الناس، ما ادعوكم للتسجيل، انا اقول للناس احذروا، في صح وفي خطا، في جيد وفي سيء. طرق عندكم انتم تبحثوا. تقييم الشركات حاليا موضوع كبير جدا ويحتاج تفاصيل اكثر، وله مفروض ندوه خاصه فيه او حلقه خاصه فيه. فما ودي اقول شركه جيده وشركه سيئه غير لما تعرف داخل الشركه نفسها اف اكس برو او غيرها فيها ايجابيات وسلبيات، وفي شركات ثانيه فيها ايجابيات وفيها سلبيات. انت لازم تعرف الايجابيات والسلبيات حقت كل شركه، وتعرف الاشياء اللي تتماشى معاك، مع متطلباتك، مع احتياجاتك. شركات توفر لك اشياء انت تحتاجها، في شركات توفر لك احتياجاتك كامله، وفي شركات ناقصه. ما انصحك بشركه واحتياجك شيء ثاني، قد يكون احتياجك في شركه ثانيه، فما اقدر انصحك ب اف اكس برو لانه احتياجك ما هو مع اف اكس برو، والعكس قد يكون احتياجك في اف اكس برو واقول لك اف اكس برو سيئه. فما اقدر اقول لك جيده او سيئه لين تعرف الايجابيات اللي في اف اكس برو والسلبيات، وتعرف الايجابيات والسلبيات في الشركات الثانيه. تمام كده تقريبا احنا انهينا هذا المحور، محور كيف اتداول. في اسئله قبل ما ننتقل للمحور الاخير؟ في اي اسئله يا شباب؟ طيب في صوت؟ تمام، بس ثلاثه اربع اشخاص، فين الباقي ناموا؟ طيب تمام ان شاء الله في ندوه متقدمه، في ندوه ثانيه ان شاء الله، وراح اسوي فيديو متخصص عن شركات الوساطه بالتفصيل الممل، بالتفصيل الممل، من الفحص الى الايجابيات والسلبيات لكل شركة، إلى تحديد الاحتياج. كل شخص عنده احتياج مختلف عن الآخر، راح أعطيكم بالتفصيل الممل إن شاء الله الاحتياجات. أي شركة تتعامل مع بنوك إلكترونية يعني وما عندها، في بعض الشركات تتعامل مع بنوك إلكترونية سيكلر وغيره ونتلر وغيره، لكن يكون ما عندهم تعامل مع الفيزا والماستر كارد والتحوالات البنكية، لابد يكون موجود هذا الشيء إلا يوم غدا إن شاء الله. طيب نروح اللي بعده، نروح للمحور اللي بعده، كيف تكون البداية. بس قبل ما نروح لنقطة كيف تكون البداية، ممكن تعطوني بريك لمدة 3 دقائق وأجيكم، توصل وتصير شخص سري إن شاء الله وأفضل وأكثر مما أنت تطمح إن شاء الله، إن شاء الله راح توصل. بالأمور راح أعطيكم أنا ما ودي أعطي الشركات بالاسم الآن قبل ما أعرف، أو كل شخص لازم يعرف احتياجه، كل شخص لازم يعرف احتياجه. والله في شركات توفر لكم أشياء جدا رائعة بس الناس ما تدري عنها، كثير الناس ما تدري عنها، فيها خدمات جدا رائعة للمبتدئين والمحترفين والمتوسطين، بس أنت لازم تعرف إيش الفروقات بينهم، وهذا الشيء اللي أنا راح أشرحه. 4 دقائق. طيب أعطونا 4 دقائق، الآن 21، 1:24 راح نرجع مع بعض، دقيقتين ونص لا يضيع البريك. طيب يلا عن إذنكم، خلاص ما بقينا لنا كثير، إحنا على وشك ننتهي إن شاء الله. السلام عليكم.
في صوت؟ تأخرت عليكم. معليش سامحوني. أبشر ولا يهمك. لطك السيف. طيب نحاول نختصر بسرعة الجزء المتبقي من الندوة إن شاء الله. اللي عنده أسئلة أو أي شيء في الأخير يكون خلصنا، واللي عنده أسئلة راح نترك الأسئلة في الأخير للأشخاص اللي عندهم أسئلة يجلسوا معنا، والأشخاص اللي يكتفوا بالندوة يتوكلوا على الله، مع إنه ودي الجميع يكون جالس ويشرفوني. طيب السؤال اللي حنسأل نفسنا كيف تكون البداية، وهذا بالنسبة للأشخاص اللي ما دخلوا هذا السوق أو الأشخاص اللي في هذا السوق. راح أذكر 10 نقاط تأكد تماما أنه عندك أغلبها. إذا عندك أغلبها فأنت إن شاء الله متداول ناجح. في 10 صفات في المتداول الناجح، إذا توفرت فيك هذه الصفات تأكد تماما أن أنت إن شاء الله متداول ناجح وراح تحقق أرباح. إذا عندك جزء منها وعندك شغف في هذا السوق لازم تبني هذه المهارات، هذه مهارات وهذه الصفات لازم تكون موجودة فيك. قد ما تكون عندك عدد أكبر من هذه الصفات أنت راح تكون إن شاء الله وضعك السليم. رقم 1، تكون عندك الرؤية للصورة الكبيرة، عندك قدرة للرؤية الكاملة سواء كان كتحليل فني أو كتحليل مالي، حتى تكون عندك معلومات كاملة، تكون عندك فكرة كاملة عن الاتجاهات الرئيسية. الأخ اللي كان يسألني في البداية عن السكالبينج، السكالبينج صعب جدا تكون سكالبر محترف وبدون ما تكون عندك رؤية لصورة كبيرة، لازم تكون عندك رؤية كاملة وشاملة. الصفة الثانية، تكون عندك صبر، عندك صبر تصبر على الصفقات. أستاذي برضو الدكتور حمادة أنا أقتبس من كلامه كثير، عنده كلمات جدا جميلة يقول اصبر على الربح ولا تصبر على الخسارة. إذا عندك صفقة وبدأت تخسر بشكل معين وتأكدت أنها خسرت اخرج منها بقناعة وانتظر الصفقات اللي فيها ربح، وإن شاء الله تبارك الله راح توصل بصبرك على الربح لأرقام كبيرة. في صفقات تصبر عليها أيام، في صفقات تصبر عليها أسابيع، في صفقات تصبر عليها أشهر، راح تحقق لك بمشيئة الله أرباح وأرباح كبيرة. صبرك على الربح جدا مهم. القدرة على التكيف، القدرة على التكيف خاصة للأشخاص اللي يكون عندهم استراتيجية معينة أو قناعات معينة ما يغيروها. خلاص عنده استراتيجية معينة وقناعة معينة مستحيل يغيرها، حتى لو خسرت ما يرضى يغيرها، حتى لو فشلت وأثبتت فشلها مستحيل يغيرها، حتى لو كانت الاستراتيجية ولا الشيء اللي هو شغال عليه بيحقق له أرباح وفي استراتيجية ثانية ممكن تحقق له أرباح أكبر يرفضها. لابد ما تكون أنت عندك القدرة على التكيف، تكون عندك قدرة على التغير، على المراقبة، مواكبة جميع التغيرات، السوق بشكل عام، عملات، تداول، أسواق مالية، أسواق حقيقية، أسواق تجارية، كلها لازم تكون عندك قدرة على التكيف والتغيير. الجميع يعرف اللي حصل لنوكيا، الجميع يعرف نوكيا ما قدرت تواكب وتتكيف مع هذا التغير واختفت، بلاك بيري واختفت. لازم تكون عندك قدرة على التكيف. النقطة الرابعة انه يكون عندك صفة الحذر، انت تكون انسان حذر، ما تكون عندك احساس بالمخاطرة عالي. في ناس تحب تخاطر، تدخل صفقات بأحجام ضخمة أكبر من استيعاب رأس مالها بدون ما يكون عنده دراسة كاملة، بدون ما يحب المخاطرة، حب المخاطرة هذا خطير. لازم يكون عندك الحذر، هو الصفة الأساسية فيك، تكون حذر 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 في كل قرار، في كل صفقة تعتبر، كل صفقة تدخلها أخي مشروع، هذا مشروع أنت قاعد تبني مشروع، كيف تغامر وتترك جزء من رأس مالك بدون ما تكون حذر؟ كيف تمشي وراء كلام واحد وانت مو متأكد؟ لازم تكون حذر جدا جدا حذر. النقطة الخامسة، تكون عندك القدرة على تحديد نقاط الضعف. لازم تعرف نقاط ضعفك فين، لازم تعرف نقاط ضعفك فين. احيانا تكون نقاط الضعف ترى اشياء بسيطة جدا، لو اكتشفتها راح تكون في وضع جدا ممتاز. لابد ما تعرف انت فين اخطائك وفين مشاكلك وفين نقاط ضعفك حتى تقدر تتلافاها وتقدر تكون. يعني في فترة من فترات انا كانت واحدة من اكبر نقاط الضعف عندي اني ما احدد الحجم المناسب للصفقة، كانت نقطة ضعف رهيبة سببت لي مشاكل، ما اعرف احدد الحجم المناسب للصفقة، بالتالي كانت صفقاتي الجيدة
ارباحها ضعيفه والخسرانه ارباحها مضاعفه، فهذا موضوع جدا مهم. الموضوع الثاني، ثواني، القدره على تحديد الاهداف. لازم تكون عارف هدفك، استثمارك ايش، قريب مدى، طويل مدى، بعيد مدى، انت فين تبي تروح، ايش هدفك من الاستثمار هذا؟ هل هدفك تكون مليون، 10 مليون، 5 مليون؟ هل هدفك تشتري سياره، تشتري بيت، اي مشروع تدخله؟ لازم يكون في هدف وراءه، لازم تكون عارف ايش الهدف وراء هذا الاستثمار، وراء هذا التداول. اختيار الاستراتيجيه الناجحه، لازم تكون عارف الاستراتيجيات اللي انت بتشتغل عليها، الاستراتيجيه الناجحه اللي انت تشتغل عليها، ايش هي الاستراتيجيه. لازم تكون عندك ثقه في نفسك وفي قراراتك وفي فكرك وفي توجهاتك، لازم تكون في عندك ثقه في الشيء ذا. والنقطه التاسعه ومن اهم النقاط، المحافظة على النجاحات الصغيرة. مستحيل تلقى في عوائد مالية ضخمة بدون ما يكون في نجاحات صغيرة. لازم تكون في عندك نجاحات صغيرة تنبسط فيها وتعيش فيها. في ناس تحقق دولار واثنين دولار وتنبسط فيها، لأن هذه نجاحات صغيرة، اثنين دولار على ثلاثة دولار على عشرة دولار، آخر الشهر صارت 100، صارت 10%، 20% من رأس مال 1000 دولار. المحافظة على النجاحات الصغيرة جدا مهمة، والمثابرة، تكون إنسان مثابر وتكون أنت إنسان جدا مهتم في النقطة هذه. المميزات التي ابحث عنها للشركات المرخصه، في شركات مرخصه تعطيك مؤشرات فنيه وتقنيه حصريه للتحليل، تحلل لك الاسواق بشكل جدا رائع، مؤشرات خاصه في هذه الشركه جدا رائعه. مهم جدا تكون هذه المؤشرات واحده من الاشياء اللي انت تبحث عنها. الو، في صوت الشباب؟ الصوت واصلكم تمام؟ الصوت اللي عنده مشكله يقدر يطلع ويدخل. النقطة الثانية، فروقات الأسعار، الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء. لو تتذكروا النقطة دي اللي شرحناها، في شركات تبيعك بفروقات ضخمة كبيرة، يعني اليورو بدولار، وش قصد المؤشرات؟ مؤشرات السبريد، بالضبط السبريد هو مقصود، فروقات السعر، فروقات السعر. أحسنت أخوي أحمد، السبريد. شركات السبريد عندهم يكون عالي، وفي شركات يكون منخفض. في شركة أنا شغال معاها السبريد عندهم أقل من نقطة على زوج اليورو دولار، يورو من نقطة، أقل من نقطة، ترى يعني بس تفتح الصفقة وإذا كان اتجاهك سليم ونقطة دخولك جيدة على طول تكون فيها أرباح. هذا نقطة جدا مهمة. المؤشرات، لو تتذكروا الرسم البياني اللي كنت راسله وفيه تحليل معين، هذا واحدة من استراتيجيات التحليل الفني، وفي بعض المؤشرات تطلع لك الكلام هذا كله بضغطة زر بدون ما أنت تكون يعني ترسمه بيدك، ولكن لازم تكون عندك دراية ومعلومات في النقطة هذه وعلى أساس هذه. الدعم باللغة العربية، في شركات جيدة لكن ما عندهم دعم باللغة العربية، أو ساعات العمل للدعم اللغة العربية تكون جدا قصيرة، وفي شركات تكون متوفرة معك الأسبوع كامل، في بعض الشركات ساعات معينة في الأسبوع وخلافه. لازم تعرف دعم اللغة العربية خاصة للمبتدئين اللي عندهم أسئلة واستفسارات كثيرة، لازم تكون دعم اللغة العربية متوفر وطويل موجود يفيدك حسب أوقاتك. سرعة واستقرار المنصة، المنصة أحيانا أنا كنت أشتغل في منصة مع شركة، منصة كذا فجأة بدون أي سابق انذار تلقى منصة علقت، كتب لي لا يوجد اتصال، يلا دبر راسك، ما في اتصال ما في منصة. هذه مشكلة جدا مهمة، لازم تعرف استقرار المنصة، تفتح حساب تجريبي وتمارس. تمام، أو ما شاء الله ظهرت أمامكم الاستبانة، في استبانة ظهرت أمامكم، لو تتكرموا بسيطة فيها كم سؤال لو ممكن تجاوبوا عليه أكون شاكر ومقدر لكم. نأخذ من وقتنا دقيقتين فقط نعبي الاستبانة، أكون شاكر لكم. شكرا للأخوان في الدعم الفني، صراحة سهرناهم وتعبناهم اليوم معنا، شكرا لكم جميعا، تسلم لي تسلم لي، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لكم. طيب راح أعرضها الآن للأخوان اللي يحبوا يتوكلوا على الله ويروحوا، راح أعرض لكم الآن الشريحة الخاصة بالتواصل. اخوان في الدعم لو ممكن تصغروا لنا الاستبانة،
باقي احد ما عبى الاستبانه ولا الجميع عباها؟ ابشر الان اذا باقي احد. ان شاء الله راح نسوي دروس، انا شايف الشباب اغلبهم يتكلم على طلب محاضرة للتحليل الفني، ان شاء الله راح نسويها، وان شاء الله لجميع الاشخاص اللي سجلوا بايميلاتهم راح توصلهم ان شاء الله الايميلات والروابط الجديدة للتسجيل في الندوات القادمة ان شاء الله. طيب ابشر. اكيد اكيد راح ان شاء الله اعرض لكم جميع خبراتي، ومشيئة الله راح تكون مجانية للجميع ومتاحة للجميع. لا ما عندي فيديوهات مسجلة. تمام، راح انتقل مباشرة للقناة الصفحة ونتجاوز عن الباقي ان شاء الله نحضره فيما بعد. هذا التواصل. باقي احد مع عبه الاستبانة؟ إذا باقي أحد ما عبى ولا عشان نعرف نقفلها ولا نخليها؟ اللي ما عباها؟ أنا ما عندي قناة على التليجرام صراحة، ولكن اللي يبغى يتواصل يتواصل معايا بشكل شخصي. الأخوان في الدعم لو تكرمتوا ممكن تقفلوا الصفحة حقت الاستبانة. هذه القناة، هذا ال جزاك الله خير، شكرا 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 جزيلا. هذا التليجرام الخاص فيني، هذه قناة اليوتيوب ان شاء الله اللي راح ترفع فيها جميع الفيديوهات اللي وعدتكم فيها، وهذه قناتي، هذه التليجرام اسف انستغرام، وراح ان شاء الله برضو نعرض بعض الاشياء في الانستغرام. هذه قنوات التواصل، اللي يحب يصور الشاشة، اللي يحب يضيف التليجرام مباشرة، نتشرف فيكم جميعا سواء على الخاص سواء على القنوات. الشاشة الأمام معروضة أمامكم الآن، ما هو معروض أمامكم؟ واضح الشاشة؟ الشباب اللي ظاهر عنده الشاشة يا ريت يعطينا واحد. الشباب شايفينه واضح عند الجميع. أخوي الحبيب صار واضح أمامك ولا لسه؟ هذا المعرف الخاص بالتليجرام أرسلته لكم على المحادثة. أهلا أخويا مهدي، وصلني أخويا مهدي وتراسل معي على التليجرام مباشرة. تمام، وصل للجميع إن شاء الله. FXSR، نعم هذا بالنسبة للإنستغرام. إنستغرام إن شاء الله راح تكون في بعض الأشياء الجميلة إن شاء الله للجميع تفيده. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب عيد الصورة، الصورة هي على نفس العرض، الصورة على العرض أخوي الحبيب، الشاشة الآن. ما هي واضحة؟ انا ارسلت لك معرف حق التليجرام، تواصل معي على المعرف وابشر اعطيك اللي تبغاه. اهلا اخوي عبد الوهاب، شرفتني. اليوتيوب لسه ما نزلنا ولا فيديو، لكن ان شاء الله عما قريب راح تبدا تنزل الفيديوهات، وراح ان شاء الله نجاوب على جميع الاستفسارات اللي جاتني في الندوة هذه، راح انزلها على شكل حلقات في اليوتيوب ان شاء الله، مختصرة مفيدة كجرعات أسبوعية فيها تفاصيل المطلوبة بشكل مباشر إن شاء الله. وراح أحاول أنوع بين المبتدئين والمتوسطين والمحترفين، ولكن تسمحوا لي في البداية راح أبدأ بالابتدائي حتى أضمن إنه الجميع بنطلع مع بعض على نفس الوتيرة وعلى نفس الاستراتيجية. طيب
اي احد عنده اي سؤال او استفسار، احنا كذا انتهينا من جلستنا. يعطيكم العافيه، شكرا على حضوركم، شرفتوني. وراح يجيكم رابط ان شاء الله جميعا اذا في اي ندوه، الاشخاص اللي سجلوا ايميلهم. الاخوان في الاكاديميه عندهم الان جميع وسائل التواصل، سواء الايميل او ارقام الجوال، واكيد اكيد طبعا الاخوان في الاكاديميه حريصين على ان انتم تستمروا معاهم. العفو، اقل واجب ممكن اقدمه. شكرا لكم جميعا. تليجرام الاداره، نعم تليجرام الاداره، تتواصلوا مع تليجرام الاداره. اي احد عنده اي سؤال او اي استفسار، الاداره اداره الاكاديميه اخوان حريصين جدا انهم يكونوا معاكم ويقدموا لكم جميع الخدمات اللي تحتاجوها. تصفحوا الموقع حق اكاديميه خبراء المال، في اجابه لاغلب الاستفسارات اللي جات موجوده على موقع الاكاديميه. اخويا مهدي، سؤالك تعرف اجاوبك عليه بكل بساطه، الشخص المحلل الوحيد الجدير بمتابعته هو انت فقط، شخصك الكريم فقط، انت هو الشخص الوحيد الجدير بالمتابعه، هذه قناعه. ابحث عن الموضوع اللي انت تحتاجه، ابحث عن المدرسة اللي انت تحب تتعلم فيها، المدرسة اللي انت تفكر تشتغل فيها. ما عندي تويتر يا اخويا والله، ما للأسف ما اشتغل في تويتر ولا اعرف له. اي شيء عندك مباشرة تواصل معي، انا حاضر. المدرسة اللي انت تشتغل فيها، المدرسة اللي انت تفكر تتعلمها، شوف من افضل الاشخاص اللي يدرس هذه المدرسة وروح اشتغل فيها وروح تعلم فيها. ممكن وممكن، احتمال ضعيف بس صراحة اخوي عمر اني اسوي تويتر، احتمال ضعيف، انا ضعيف جدا في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني هذه الثلاثة كثير علي والله. هذه كانت الخطة، لكن ما شاء الله تبارك الله كانت بتسوي لي. طيب شكرا مويد، تسوي وانت خلاص مديرة مديرة تويتر. عشان لا ناخر الاخوان في الدعم الفني، اذا في اي احد عنده اي سؤال او اي استفسار يتواصل معي على التليجرام، انا حاضر ان شاء الله الاجابه. الاخوان في الدعم الفني شكرا جزيلا لكم، اداره اكاديميه خبراء المال شكرا، شكرا جزيلا لكم على هذه الفرصه. نشوفكم على خير وتصبحوا على خير، واستودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه.